طيب نبدأ المحاضرة، هشير بس السلايدز معاكم. طيب السلام عليكم، معلش تأخيرا آسف. نكمل بقى الجزء بتاعنا اللي هو بتاع الكلوك داتا ريكفري. بالتالي عملت سويتش كده شوية مع دكتور محمد صلاح، اتكلمت على البي ال ال، وأعتقد دخلت في حاجات جميلة على الفيز نويز وحاجات كده. فنرجع بقى تاني للجزء الأولاني بتاعنا، بس هنركز بقى أكتر المرة دي دلوقتي على الإيه؟ على كلوك داتا ريكفري أركتكتشرز والسيستم ليفل أناليسيز والديزاين بتاع الإيه؟ بتاع اللوبس يعني. فبس كده إذا سامري، كنا اتكلمنا في البداية على شكل الريسيفر بتاعنا، فاتفقنا دايما شكل الريسيفر هيبقى عبارة عن VGA في الانبوت. VGA ده هي بروفايد الجين كنترول والانبوت ترمينيشن، وبعد كده فولود باي السي تي ال اي اللي هو لينير ايكولايزر، ده تيبيكال طبعا. بعد كده كبرت الاي دايجرام بعد السي تي ال اي بتاعك، انت عايز في الاخر كلوك اند داتا ريكفري تسنتر لك الايه الكلوك ايدج بتاعك في نص الاي دايجرام بتاعتك اللي هي الاوبتيمال سامبلينج بوينت بالنسبه لك يعني. فمفروض ان السي تي ال اي فتح لك الاي خلاص وشال لك كل الانترسيمبل انترفيرنس طبعا، اون توب اوف الايه جزء من الايكولايزيشن اللي اتكلمنا عليه في اخر كام محاضره اللي هو الايه النون لينير ايكولايزيشن اللي هو الدي اف اي. هو بيبقى ممكن تعتبر ان هو حاجه في الباوندري ما بين الانالوج ميكس سيجنال زي ما اتفقنا، فهو في الانبوت ستيج بتاع السي دي ار اللي هي في السامبلر بيزكلي بتاع الايه السي دي ار. بس طبعا هي مرسومه هنا كونسبتشوال يعني، ان في حاجه هتبص على الداتا تريكفر الكلوك وترجع ايه ست الكلوك في نص الاي دايجرام عشان السلايسر اللي هو الريسيفر بتاعك يريكفر الايه الكلين كلوك خلاص. وكان بعض العلاقات بس اللي اتفقنا عليها ان انا لو شغال فول ريت، فالمصطلحات بس اللي اتفقنا عليها ان اليونت انترفال تعريف 1 يو اي هتلاقوه بنستخدمه كتير يعني، ال 1 يو اي هو ال 1 تي بت بالنسبه لي، اللي هو لو انا شغال فول ريت اركتكتشر. فول ريت اركتكتشر معناها ان انا هريكفر كلوك دايما تسامبل على البوزيتيف ايدج او النيجاتيف ايدج، يعني ايدج واحد سواء رايزنج او ايه او فولينج. فساعتها لو انا شغال فول ريت يبقى التي كلوك هتساوي الايه؟ هتساوي التي بت ريت بتاعتي تمام. فلو انا شغال مثلا على سبيل المثال 10 جيجا بت بير سكند سيستم، يبقى ال 1 يونت انترفال ده اللي هو ال 1 تي بت هي مقلوب الايه الواحد على 10 جيجا هرتز، اللي هو هيطلع لك ال 1 يونت ال 1 يو اي 100 بيكو سكند تمام. وزي ما اتفقنا هتبقى الكلوك بتاعتك هي نفس الرقم ده اللي هي ايه 10 جيجا هرتز. وطبعا في سيستمز زي ما هنشوف هنتكلم عليها ان شاء الله المحاضرات اللي جايه بتستعمل هاف ريت اركتكتشر او كوارتر ريت اركتكتشر او ايه او اكتر من كده يعني، عشان يران الفي سي او بتاعه عند لور سبيد يعني، فيقدر يجيب performance كويس من الايه من الفيز نويز بتاع الفي سي او بتاعه يعني. تمام. الفكره بس كلها ايه بقى، ان انا ازاي ريكفر الكلوك دي واعرف اسنتر في نص الاي. فبالطبيعه يعني قبل ما نتكلم بقى على different architectures يعني، اكيد هحتاج حاجه تكمبير الايه تكمبير الفيز، حاجه تكمبير الفيز. الفيز طبعا اقصد بيها ايه، اقصد بيها اللوكيشن بتاع الرايزنج ايدج بتاع الايه الكلوك ريلاتيف للفيز بتاع الداتا اللي هي يو كان ريبريزنتد برضه بالايه بالرايزنج ايدج بتاع الداتا. فمثلا لو انا عايز اسنتر هنا الرايزنج ايدج بتاع الكلوك في نص البيت بتاعتي، فكاني عايز اسنكرونايز النيجاتيف ايدج بتاع الكلوك مع الايه مع الايدج بتاع الداتا تمام. فعلى حسب بس انت عايز مين اللي يبقى في النص يعني. فاسيومنج يعني ان السامبلرز بتاعتي هنا شغاله على الايه على الرايزنج ايدج، فده الشكل اللي انا هبقى عايزه. طب الفرق بس البسيط قبل ما نسويتش للسلايد اللي بعدها، الدايره اللي هتعمل لي الفيز ديتكشن دي ايه الفرق بينها وبين الفيز ديتكتورز اللي انتوا اتكلمتوا عنها في التي ال ال؟ الفرق بينها وبين التي ال ال ان التي ال ال داخل لها سيجنالز نوعها ايه؟ كلوكس، الاثنين كلوكس، الريفرنس كلوك والايه؟ والريكفرد كلوك او ايه؟ او الكلوك اللي انت بتلوك عليها صح؟ او البي سي او كلوك. فالفرق بينهم ان دول بيريودك سيجنالز. فالفيز ديتكتورز اللي انتوا اتكلمتوا عليهم في البي ال ال دول بيتعاملوا مع بيريودك سيجنالز، احنا هنا بقى لازم نتعامل مع ايه؟ مع راندوم سيجنالز. ليه؟ لان الفيز ديتكتور اللي هيقارن
الـ rising edge بتاع clock فين relative مثلا الـ falling edge بتاع الـ data. الـ recovery clock مش random خلاص, it's a periodic signal, بس الـ data مالها random زي احنا شايفين, ممكن مرة يجي لي one transition, ممكن شوية يجي لي ايه مفيش transition وهكذا. فهي دي بس النقطة اللي لازم ناخد بالنا في التعامل, فهي دي اللي هيخلي الـ phase detector design مختلف عن الـ simple phase detector اللي احنا متعودين عليه في الـ ايه في الـ PLL زي الـ XOR. طيب فبس انا summary كده ايه هي الـ different CDR architectures common. يعني في paper ظريف قوي, يعني هي مش حديثة قوي دلوقتي, يعني من 2008, تكلم على different architectures للـ clock and data recovery loop. هتلاقيه مصنف لك يعني in general, طبعا هو انت ممكن تصنفها بطرق كتيرة جدا خلاص. احد التصنيفات مثلا هنتكلم عليها في المحاضره دي زي ما هنشوف الاول, انت ممكن تصنفها feed forward و feed back مثلا خلاص. وده اللي احنا عاملينه هنا, احنا مسمين الاول النوع الاولاني بيركز على الفيدباك architectures. feedback architectures معناها ايه؟ معناها باختصار ان انت هيبقى عندك VCO وال VCO بيرن, وانت هتديتكت الفيد ايرور وترجع تعمل ايه؟ طريق ادجست الفريكونسي او الفيز. فده الكونسبت بتاع الايه الفيدباك بيز سي دي ار اركيتكتشر. تمام. في تكنيكس ثانيه هتبقى فيد فورورد بيز اللي هو بنسميها ايه بلايند سامبلنج او اوفر سامبل. اوفر سامبل الداتا بفريكونسي اعلى, وبعد كده في الديجيتال دومين بقى هعمل ايه, هريكفر الكلوك وهريكفر الداتا خلاص. ده اول تصنيف الفيدباك تكنيك فيرسس الايه الفيد فورورد او الاوفر سامبلنج بيز CDR. الاوفر سامبلنج دي انت ممكن تفكر فيها ايه, انت جاي لك داتا خلاص وعندك كلوك. طيب فانت مش عارف تالاين الايه الكلوك في وسط الداتا, فلو انت تقدر تديزاين اصلا بي سي او يشتغل عند فريكوينسي اعلى قوي, تقدر توفر سامبل الداتا او تبلايند سامبل الداتا, فكانك هتاخد سامبل زياده وترمي اللي انت مش محتاجه, انت فاهم قصدي. وطبعا ايه تكوركت للتايمينج بتاعك بيزد على السامبلز اللي انت قاعد تاخدها. فده يعني ايه ان سمري, يعني احنا مش هنتكلم صراحه كتير على الاوفر سامبلنج سي دي ار, احنا هنركز اكتر على الايه على الفيدباك بيزد سي دي ار خلاص. طب الفيدباك برضو ممكن تصنفها على حسب حاجتين, ممكن تصنفها على حسب طبيعتها خلاص, طبيعه الاوبريشن بتاعتها وطبيعه الفيز ديتكتورز بتاعتها زي ما هنتكلم دلوقتي. ودي ممكن تصنفها لينير او نون لينير سي دي ار, ودول هنتكلم عليهم في الايه في المحاضرتين الجايين. اللينير سي دي ار هتلاقي بتستخدم لينير فيز ديتكتورز, نون لينير سي دي ار بتستعمل ايه حاجه اسمها نون لينير او بانج بانج سي دي ار فيز ديتكتورز, وهنتكلم بقى بالتفصيل عنها ان شاء الله. فده تصنيف ان هي على حسب النيتشر بتاع الايه الفيز ديتكتور, او على حسب الاركتكتشر بقى بتاعتها بغض النظر بقى الفيز ديتكتور معمول ازاي. تمام. ممكن تبقى بي ال ال بيز سي دي ار, ودي اول نوع هنتكلم عنه ان هو بيبقى بيزد على مبني على لوب شبه الايه شبه البي ال ال بالظبط خلاص. ومنه نوعين, ممكن يبقى نوع عنده ريفرنس كلوك ونوع بيسموه ريفرنسلس. تمام. الريفرنس عنده ريفرنس كلوك ده يعني انت اوريدي مثلا عارف ان انا هشتغل عند 10 جيجا بت بير سكند, فانا ممكن في البدايه ابقى مدي السيستم بتاعتي مثلا كلوك ريفرنس 100 ميجا هرتز, ويبقى السيستم بتاعي فيه بي ال ال بتملتبلاي 100 ميجا هرتز ليه ل 10 جيجا بت. فانا كده مستعمل ريفرنس كلوك, انا عارف ان الداتا اصلا هتيجي قريبه منها, فبتساعد الايه السي دي ار بتاعتي. او ريفرنسز خلاص, انت بقى بالديزاين سي دي ار ما بقاش اي فكره الداتا جايه فين, وهي لازم تعمل فريكوينسي ريكفري اند ايه فيز ريكفري. تمام. ويعني نشوف يعني بعض الامثله للايه للديفرنت سيناريوز. في امثله ثانيه مبنيه على الديلي لوك لوب خلاص. الديلي لوك لوب دي مثال على ان انت بقى ايه مش هعمل فريكوينسي اكوزيشن, لا انا فارض ان انا عارف الفريكوينسي بتاعت الداتا اللي جايه مش هغير الفريكوينسي. يعني الفرق بين الفيز لوك لوب والديلي لوك لوب ايه؟ الفيز لوك لوب انت بتحطه في سي او جوه الايه جوه اللوب, فاللوب بتقدر تعمل ايه في الفريكوينسي بتاعت الفي سي او, تقدر تغيرها بتزودها او تقللها. فلو الداتا اللي جايه لك الفريكوينسي بتاعتها اعلى شويه اقل شويه, اللوب هتعرف تعمل ايه تتراك الفريكوينسي اوفست او الفريكوينسي دريفت. تمام. طب لكن الدي ال ال بيز لوبس دي هتبقى ايه؟ ده الديلي لوك لوب. ديلي لوك لوب يعني ايه؟ زي البي ال ال بس بدل ما هو
بيأدجست الفريكونسي بتاعت الفي سي او. لا هو مفترض ان هو عنده فريكونسي ثابته وهو بيلعب في ايه؟ في الديلي بتاعها، في بيأخرها او يبدرها، عشان كده بيسموه ديلي لوك لوب. فانت بتلوك مين بقى المره دي؟ مش بتلوك الفريكونسي بتاعت الفي سي او، لا انت بتلوك الديلي بتاع الكلوك. فدي طبعا بتستخدم، لو تفتكروا في اول محاضره اتكلمنا ان في ديفرنت تايبس اوف لينكس اللي هي سورس سينكرونس وسورس اسينكرونس. اوكي، فلو انت سورس سينكرونس وانت عندك الكلوك خلاص، طب ما خلاص يبقى انا عندي الكلوك، يبقى انا يكفيني ان انا اعمل ايه؟ الديلي لوك لوب، مش محتاج بقى اعمل افول ايه بي ال ال بيد سي دي ار فيها في سي او كامل. تمام، بالظبط كده، كان خلاص انا عندي الكلوك جايه بقى منين. ممكن انت يبقى عندك بي ال ال ثانيه وانت مديها الريفرنس خلاص، او انت عندك الهاي سبيد كلوك على طول افترض، يعني لو انت على نفس الشيب خلاص ممكن تبقى الهاي سبيد كلوك موجوده، بس انت مش ضامن الانتر كونكت الديليز بقى بتاعتها عامله ازاي. فخلاص بتاخد الداتا ومجرد بقى بايه بالديلي لوك لوب بتظبط بس الايه الفيز بتاعها، بتظبط الاوبتيمال سامبلنج بوينت. تمام، في انواع ثانيه برضو هنتكلم عليها شويه اسمها الفيز انتربوليتور بيز. خلاص فيز انتربوليتور بيز دي اركيتكتشر مختلفه شويه، بتستعمل حاجه شبه الاي كيو جنريشن، فاكرين الاي كيو بتاعت الكوميونيكيشن، عشان تجنريت اي ايه انجل انت عايزها. برضو حاجه شبه ان انت بتغير الديلي او الفيز شيفت بتاع الكلوك بس عن طريق اي كيو جنريشن، هنتكلم ان شاء الله عليها بالتفصيل يعني في الايه في المحاضرات. بعد كده طبعا الاركتكتشرز المشهوره قوي اللي هي الايه الاول ديجيتال سي دي ار، وهنشوف بقى ايه الادفانتجز بتاعتها يعني والديس ادفانتجز. خلاص دي كده يعني سمري، هنتكلم بالتفصيل ان شاء الله في السلايدز اللي جايه عن ايه عن نوع نوع منهم. يعني هنبدا باسهل نوع الاول اللي هو هنبلد على اللي انت خدتوه في البي ال ال. هنبدا باللي هو البي ال ال بيز اركيتكتشرز، واتفقنا ان هي نوعين لينير ونون لينير، فهنبدا بالاول بالنوعين دول وبعد كده بقى ايه نجو على نوع نوع منهم يعني ان شاء الله على حسب بقى الوقت يعني. تمام، طيب اول حاجه بس قصه الفيز ديتكتورز، طبعا يعني اكيد ايه فاميليير بالشكل ده في السلايد، ان الاكس اور البسيطه بتاعتي دي لو دخل لها اثنين كلوك سيجنال في 1 وفي 2 وبينهم فيز ديفرنت دلتا فاي، هتطلع لك 1 بس ديورنج الايه البيريود اللي هي الدلتا فاي، لان قبل كده 0 0 هتبقى ب 0، بعدها هتبقى 1 1 هتبقى بايه ب 0 برضه. فهتطلع لك دايما بالسز عرض البالسز دي ايه دلتا فاي. فيبقى اذا على طول كده لما ابص عليها العرض بتاع البالسز اللي خارجه من الاكس اور دي مالها بروبورشنال للفيز شيفت ما بين ال2 ايه كلوكس اللي داخلين دي. فده عشان كده دايما بنقول الاكس اور دي ابسط فيز شيفتر فيز ايه مش شيفتر ناس فيز ديتكتور. تمام، ابسط امبلمنتيشن لفيز ديتكتور تقدر تعمله، لان انت بتطلع لك بالسز عند كل ترانزيشن وعرض البالس دي از لينيرلي بروبورشنال لايه للفيز شيفت ما بينهم. تمام، العرض يعني كاني بقول الايه الاريا اندر الكيرف، صح؟ لان طبعا خلاص الماجنتيود ده ثابت اللي هو الفي دي دي الماكسيمم، فيبقى كاني بقول لك الاريا اندر الكيرف ده بروبورشنال لمين؟ للفيز شيفت ما بينهم، واللينيرلي بروبورشنال، صح؟ لينير ليه؟ لان لو دلتا فاي صغيره اتضربت في 2 الافريج اريا اندر الكيرف هتطلع ايه؟ اتضربت في 2 برضه. طب هجيب بقى الافريج ازاي؟ يبقى هاخد البالس دي ادخلها على ايه؟ على لو باس فلتر. لو باس فلتر ده يبقى وظيفته ان هو يجيب لك الافريج لاين الايه؟ الازرق المنقط ده اللي هو مسمينه الفي اوتبوت افريج. فهنا طبعا في الرسمه اللي فوق الفي اوتبوت افريج قليله، الفيز شيفت زاد هنا الفي اوتبوت افريج بدات ايه؟ تزيد. فعشان كده دايما في الايه؟ في البي ال ال بتستعمله فيز شيفتر وراه ايه؟ لوب فلتر، صح؟ اللي بيانتجريت الاوتبوت بتاع الايه؟ الفيز شيفتر بتاعك ده. وطبعا من المعادلات بقى تقدر تجيب على طول الكي بي دي اللي هي السلوب بتاع الايه الفيز ديتكتور، وهو ده الموديل اللي انت استعملتوه في ال ال اناليسيس، ان انت افترضت ايه ان العلاقه بين الاوتبوت فولتج بتاع الفيز شيفتر الاوتبوت افريج فولتج انت افترضت ان هو هيتفلتر خلاص از لينيرلي بروبورشنال مضروبه في مين؟ في الدلتا فاي اللي هو الفيز شيفت خلاص. فانت دايما في الموديلنج بتاع ال بي ال ال او سي ار بنموديل الايه الانبوت كوانتيتي بتاعتي هي مين؟ هي الفيز بتاع الانكومينج سيجنال، اللي هي في البي ال ال كان الفيز بتاع الريفرنس كلوك مثلا، صح؟
والاوتبوت هو الفلتر ريكفري كلوك. احنا هنا بالنسبه لنا الانبوت للسيستم ده هيبقى الفيز بتاع مين؟ الانكومينج داتا. فباي ان بتاعتي هتبقى الفيز بتاع الايه؟ الداتا اللي داخله. وباي اوت هيبقى الفيز بتاع مين؟ الريكفري كلوك اللي انا عايزه يمشي زي مين؟ باي ان عشان يبقوا الايند مع بعض، صح؟ عشان الكلوك تبقى الايند مع ايه؟ مع الداتا. فعشان اعرف الموديل الكلام ده في الفيز دومين لازم ابدا ابيلد موديلز لكل ايه كومبوننت. طيب بس طبعا المشكله الكبيره ايه؟ ان الاكس اور دي زي ما نشوف مش هتنفع، خلاص. طب قبل ما نسيب الرسمه دي حاجه بس اخيره، طبعا انا راسمها هنا سيمبوليك شويه انها اكس اور بتطلع 0 0 1، يعني فكانها بادئه من صفر والهاي بتاعها هو في دي دي او لوجيك 1، بس هي في الحقيقه مش كده. في الحقيقه عشان نعرف نشتغل عند 10 جيجا بت بير سكند او 40 جيجا بت بير سكند، الاكس اور دي لازم تبقى هاي سبيد سي ام ال بيزد سيركت زي اللي اتكلمنا عليهم ساعه ما اتكلمنا على الايه، على الدي اف اي. وهتشوف امبلمنتيشن بسيط قوي ليها، هي عباره عن مالتيبلكسر بيزك، بس هاي سبيد مالتيبلكسر زي اللي اتكلمنا عليه لو تفتكروا فين في الترانزميت درايفر اركيتكتشرز بالظبط. خلاص، فالاوتبوت بتاعها ما بيبقاش سنجل اند زي ما نرسم هنا، الاوتبوت بتاعها بيبقى ايه؟ ديفرنشال. فكأن الاوتبوت ده بدل ما هيبقى من 0 ل VDD مثلا، لا هيبقى من بوزيتيف فاليو لايه؟ لنيجاتيف فاليو. فهي نفس الايه؟ نفس الكونسبت. فالاوتبوت ممكن يبقى بوزيتيف او نيجاتيف، مش من 0 بس لايه؟ لبوزيتيف. طيب لو جيت بقى جربت تدخل الراندوم داتا دي والكلوك على الاكس اور هتبدا تشوف بقى المشكله. ليه؟ تعالى افترض السيناريو ده ان الداتا والكلوك ار بيرفكتلي الايند، صح؟ انا راسم لك هنا الكلوك رايزنج ايدج بالظبط في ايه؟ في نص الاي، فده بيرفكتلي الايند. المفروض الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور يبقى بكام هنا؟ يبقى بصفر لان هي بيرفكت الايند. خلاص، فتعالى اعمل الاكس اور هتلاقي فعلا ايه؟ كل كلوك بالس، يعني لو بصيت على الكلوك بالس دي نصها لو ونصها هاي، مش كده؟ فالنص اللو لو فرضت يعني ان هو جه مع بت بواحد هيجيب لك هنا ايه؟ 1. طب والنص الهاي جه مع بت واحد هنا هيجيب لك ايه؟ لو اي. فهتلاقي الكلوك سايكل نصها جاب لك 1 ونصها جاب لك ايه؟ هاي. والعكس اللي بعدها برده جت مع بت 0 برده هنا نصها جاب لو ونصها جاب هاي. فلما تيجي تاخد الافرج هيطلع بكام؟ بصفر، وده اللي انت متوقعه. طيب اعمل بقى في شيفت دلتا فاي. انا شفت اهو كلوك بدلتا فاي ريلاتيف للاوبتيمم او الاوبتيمال سامبلنج بوينت بتاعتي اللي هي نص الداتا هنا. هتلاقي ايه؟ هتلاقي نفس الاوبزرفيشن، هتلاقي الكلوك هنا في جزء منها هاي اهو ونصها لو اهو وجزء الباقي بتاع البيريو بتاعها هاي، صح؟ دي جت في الكلوك بواحد هيحصل ايه؟ هيطلع لك هنا 1 1 جزء ب 0، فكده النص الكلوك هاي والباقي ايه؟ ب 0. طب ما برده لما اخد الافرج هيطلع لي ايه برده؟ هيطلع لي بصفر. فيبقى اذا خلاص يعني اول اوبزرفيشن كده شفناها ان الفيز ديتكتور ده مش هينفع ان هو يوبريت، مش الفيز ديتكتور الاكس اور مش هتنفع توبريت از ايه؟ از فيز ديتكتور للراندوم ايه؟ سيجنالز. فبالتالي لازم ابدا افكر في ايه؟ ديزاينز مختلفه للفيز ديتكتور بتاع الايه؟ بتاع السي دي ار، تمام؟ طبعا برضه عشان الترمينولوجي بس نبقى متفقين عليها، السيناريو ده انا بسميه ان الكلوك از ايه؟ الكلوك از ليت، خلاص؟ لان الكلوك جايه متاخره ريلاتيف للايه؟ للسامبلنج بوينت، الاوبتيمال سامبلنج بوينت بتاعتها، او بسميها ان الايه؟ الكلوك بتلاج الداتا او الداتا هي اللي بتليد الايه؟ الكلوك يعني، تمام؟ ده هيفرق في البولاريتي بقى بتاعنا. طيب فلو نبدا نتكلم بقى على اول نوع من الفيز ديتكتورز، خلاص اتفقنا هنبدا باللينير فيز ديتكتورز الاول. ف يعني ايه؟ في واحد يعني اسمه هوج وسموا الفيز ديتكتور على اسمه هوج فيز ديتكتور، فكر قال لك طيب انا لو خدت الداتا ستريم ده وعملت له سامبلنج بدي فليب فلوب بالكلوك اللي انا مش عارف علاقتها ايه لسه بالداتا، خلاص افترض ان مفيش بيرفكت الاينمنت زي ما هو رسم هنا، قال لك ادي الداتا اهي مثلا، خلاص اي راندوم داتا والكلوك اهي. السيناريو بقى اللي هو رسمه هنا ايه؟ البوزيتيف ايدج جه فين؟ ها الكلوك از ايه؟ از ليدنج، صح؟ فكان الكلوك جت بدري شويه، رايزنج ايدج جه بدري عن نص الاي بتاعتك، خلاص. فكان يعني الاوبتيمال دلتا فاي هنا تبقى بكام؟ تبقى هاف اليو اي، مش بصفر يعني. فانا بس كده انا معرف هنا الفيز ايرور يعني بطريقه مختلفه شويه، فالفيز ايرور هنا من رايزنج للرايزنج، فالاوبتيمال بتاعه ان هو يبقى نص يو اي عشان الرايزنج ده يظبط فين؟ في نص الايه؟ الداتا بتاعتي. طيب فايه اللي هيحصل بقى هنا؟ لما سامبل الداتا دي بالكلوك هيحصل ايه؟
هجنريت ويف فورم جديده اسمها بي، هي عباره عن ايه؟ هي الداتا بس اتشفتت مع الرايزنج ايدج بتاع الكلوك، صح؟ فهرسم نفس الداتا ستريم ده بس هالاينه مع مين؟ مع البوزيتيف ايدج بتاع الكلوك. فكل فالايدج ده مش هيطلع في وقته، لا هيطلع فين؟ مع الرايزنج ايدج بتاع الكلوك. النازله دي مش هتظهر في وقتها، هتظهر فين؟ مع الرايزنج. فكاني بس خدت الداتا دي وعملت لها الري الايننج مع مين؟ مع البوزيتيف ايدج بتاع الكلوك. فدي جبت الويف فورم اسمها ايه؟ بي. طب الاكس اور بقى بتاعتي اللي انا عايز اعمل بيها الفيس ديتكشن بقى هعمل ايه بقى؟ هاكس اور مين المره دي؟ هاكس اور الداتا ان مع البي. ايه الميزه بقى في كده؟ تعالى بقى بص على الـ على التو داتا ستريم، ما بقوش راندوم بقى، هي دي الميزه. يعني كانت مشكله الاكس اور الاولانيه ان كان حاجه بيريودك وحاجه راندوم، لا الاثنين دول ما بقوش بقى راندوم، رغم ان الداتا راندوم بس الفرق بين الاثنين ما بقاش راندوم. ليه بقى؟ انا يهمني الفرق لان انا مدخلهم على اكس اور، فلو الاثنين زي بعض الاوتبوت بكام؟ بصفر، مش كده؟ فانا يهمني الجزء اللي هم الاثنين ايه مش زي بعض، اللي هو الحته دي اللي هي الحته من الرايزنج ايدج بتاع الداتا لحد الرايزنج ايدج بتاع الايه؟ الكلوك اللي هي جت معاها الرايزنج ايدج بتاع البي هنا، صح؟ دي اللي هتطلع لي هنا بالسز، تمام؟ عرض البالسز دي قد ايه؟ هي نفس الدلتا فاي بتاعتي، هي دي الميزه بتاعت الايه؟ فيز ديتكتور ده. طب اللي بعده يحصل ايه؟ تعال بص على النيجاتيف ايدج هنا بتاع الداتا، الداتا هنا نزلت البي هتنزل بعدها بشويه بقد ايه؟ بدلتا فاي برضه، فيطلع لي هنا برضه بالس ثانيه عرضها ايه؟ دلتا فاي وهكذا. طيب ميزه الفيز ديتكتور ده ان هو رغم ان الداتا كانت راندوم بس فعلا طلع لي عند كل الداتا ترانزيشن بالس عرضها قد ايه؟ دلتا فاي. خلاص، عشان كده يعني بيسموا الفيز ديتكتور ده ان هو عمل حاجه بنسميها ايدج ديتكشن. ايه معنى ايدج ديتكشن ده؟ ان هو طلع لك اوتبوت عند كل ايدج، صح؟ يعني الاوتبوت امتى بيطلع؟ مع كل ايدج للداتا، صح؟ يعني لو قعد الداتا كتير ما فيهاش اي ترانزيشن مش هيطلع منه اي حاجه، تمام؟ فهو عمل ايدج ديتكشن وعمل كمان انه طلع لي بالسز عرضها بروبورشنال لمين؟ للدلتا فاي. فدي اهم حاجه فيه. وقصه الايدج ديتكشن دي لو يعني تفكروا فيها كده لما نيجي نتكلم بعد كده على الفريكوانسي ديتكتورز، لو تفتكروا اول ما اتكلمنا على السبكترال دنسي بتاع الراندوم داتا دي، هل فاكرين؟ مش احنا قلنا ان السبكترال دنسي بتاعتها فيرسس فريكوانسي عامل زي ايه؟ اللي هو السينك فانكشن، مش كده؟ او السينك سكوير. فالسينك فانكشن ما كانش فيها سبكترال لاين عند ايه؟ عند الداتا ريت بتاعتي، صح؟ لكن ميزه ده ايه؟ ده لو جيت تبص على السبكترال دنسيتي بتاعته هتلاقي طلع لك سبكترال لاين عند الايه؟ الفريكونسي، تمام؟ ليه؟ لان هو عمل ايدج ديتكشن بيطلع لك عند كل ايدج ابلس، تمام؟ فلو جيت تبص على السبكترم بتاعه ده ممكن يساعدك في الايه؟ في الفريكونسي ديتكشن، تمام؟ طيب هتستفيد ازاي بقى من البلسز دي؟ تمام؟ طبعا ايه؟ في بس مشكله بقى هنتكلم عليها دلوقتي. اتفقنا الافريج فاليو بتاع الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور ده هيكورسبوند للايه؟ للدلتا فاي. طيب قبل بس يعني ما نكمل بقى الشكل بتاع السي دي ار هيبقى عامل ازاي، في مشكله كبيره في الامبلمنتيشن ده. ايه هي؟ الفيز ديتكتور بتاعي بالوضع ده لو دخلت له الشكل ده الدلتا فاي هنا ليها يعني ليها فاليو معينه، خلاص؟ فعند كل ايدج هيطلع لي ايه؟ بلس عرضها دلتا فاي زي ما اتفقنا، فطلع لي هنا كام؟ 6 بلس، مش كده؟ عرضهم دلتا فاي. طيب تعالى بقى تخيل سيناريو ثاني، ايه اللي حصل؟ انا هنا افترضت ان الترانزيشنز بتاعتي عباره عن ايه؟ 1 0 1 1 0 1. طب ايه اللي حصل في الرسمه اللي على اليمين؟ الكلوك ريت هي بالظبط، بس افترضت ايه اللي حصل للديتا؟ ما هي الداتا راندوم، صح؟ فافترضت سيناريو تاني، بدل ما جالي 1 هنا 1 جالي كام هنا 1 2 1. طب وبدل 0 1 جالي هنا كام؟ 2 0s. وبدل هنا 2 1 جالي هنا ايه؟ 4. خلاص، فثيوريتيكلي مفروض مفيش حاجه تتغير منين؟ من هنا لهنا، انا غيرت الداتا ستريم بس، مش كده؟ طيب بس انا عملت ايه بقى هنا في الرسمه دي؟ للرسمه دي كبرت الدلتا فاي، خلاص؟ يعني خليت الدلتا فاي هنا بقيمه، الدلتا فاي هنا بكام؟ ضعفها. طب لما اجي ابص بقى هيجي لي كام بلس من الفيز ديتكتور؟ هيجي لي 3 مع كل ترانزيشن، بس الواحده ضعف دول، صح ولا لا؟
طيب فدي مشكله ولا مش مشكله؟ لا، لما اجي ابص على الافرج، الافرج ايه علاقته ببعض هنا وهنا؟ نفس الافرج، فدي مشكله. فلو انا سبت الفيز ديتكتور ده في المنظر ده، يبقى ممكن يديني نفس الفيز ايرور، او بلاش نفس الاوتبوت ايه فور ديفرنت فيز ايرورز، صح؟ فكده ما ينفعش كده، ممكن يعمل لي مشاكل في الايه، في اللوكينج بيهيفير بتاع الايه السي دي ار. انا عايز كل فاليو من الاوتبوت يبقى ليه يونيك انديكيشن عن الايه اكتوال فاليو بتاع الفيز ايرور، خلاص. ده معناها ايه اللي السلايد دي عايزه تقوله؟ ده معناها ان الفيز ديتكتور بتاعك سنسيتيف للايه، للباترن بتاعتك، للانبوت داتا باترن الراندوم اللي داخله، خلاص. طيب هنإليمينيت بقى الديبندنسي ده ازاي؟ اضطر يزود انذر سامبلر، خلاص. فزود الفليب فلوب الثاني ده هنا، يعني الجزء الاولاني من الرسمه هو هو بالظبط، اللي هو الداتا ان بتخش هيسامبلت على الرايزنج ايدج بتاع الكلوك، هيطلع السيجنال اللي اسمها بي، هيطلع الاكس اور اللي هي بتطلع السيجنال اللي اسمها واي، دي اللي هتطلع البالسز زي، يعني الجزء الاولاني ده من الرسمه هو هو بالظبط زي الايه؟ السلايد اللي فات، صح؟ البالسز اللي اسمها واي دي ليها اسم بنسميها البروبورشنال بالسز، خلاص. ليه اسمها البروبورشنال بالسز؟ لان هي البالسز اللي عرضها ماله؟ بروبورشنال، لينيرلي بروبورشنال مع مين؟ مع الفيز شيفت دلتا فاي ما بين الايه؟ الداتا والكلوك، خلاص؟ طيب ايه بقى اللي هو زوده بقى؟ ايه السيجنال اللي اسمها ايه واكس دول؟ كل اللي هو عمله ان هو خد البي سيجنال وعمل لها ريسامبلنج، بس على مين؟ على النيجاتيف ايدج بتاع الكلوك، مش كده؟ يعني دخل البي على انذر سامبلر بس المره دي على النيجاتيف ايدج بتاع الكلوك وسماها A. طب يبقى ايه العلاقه بين B و A؟ يبقى A هي هي B بس اتشفتت بقد ايه؟ هاف ا كلوك سايكل، لان B was sampled على البوزيتيف، صح؟ بتتغير على البوزيتيف، وال A sampled على النيجاتيف، فكل تغيير في B هتحس بيه على الايه؟ على النيجاتيف ايدج اللي وراه، فكاني خدت B دي وزقتها بس قد ايه؟ T كلوك على 2، يبقى عملت جنريشن للايه؟ سيجنال اللي اسمها A. طب وبعد كده عملت ايه بقى؟ خدت الـ A والـ B هما المرة دي على ايه؟ على اكس اور تانية، وطلعت سيجنال جديد اسمها اكس. طب فدخل الـ B والـ A على اكس اور، هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك بالسز برضه عند كل ترانزيشن، صح؟ يعني أول ما حصل هنا ترانزيشن، دي حصل لها بعدها بقد ايه؟ تي كلوك على 2، يبقى هيطلع لي على الاكس بالس دايما عرضها قد ايه؟ تي كلوك على 2. طب الـ A اللي بعده دي نزلت هنا، الـ A هتنزل بعدها بقد ايه؟ برضه بتي كلوك على 2، فيحصل ايه؟ فيحصل ان هنا اول ما دي تنزل يطلع لي هنا ايه؟ بلس عرضها قد ايه برضه؟ تي كلوك على 2. فيبقى الواي كانت بتجنريت بروبورشنال بلسز عند كل داتا ترانزيشن، بتجنريت بلس عرضها بروبورشنال مع الدلتا فاي. الاكس عند كل داتا ترانزيشن برضه بتجنريت ايه؟ بلس، بس المره دي عرضها ماله؟ ثابت، بيساوي مين؟ تي كلوك على 2. فبنسمي الاكس دي الريفرنس بالسز، يعني الواي هي البروبورشنال بالسز والاكس دي هي الايه؟ هي الريفرنس بالسز بتاعتي، خلاص. طيب ايه الميزه بقى في كده؟ الميزه في كده انا المشكله اللي انا جيت ابص عليها لما خليت الاوتبوت بتاعي بروبورشنال للواي بس اللي هي البروبورشنال بالسز، لقيت ان انا عندي الداتا ديبندنسي، صح؟ لقيت ان انا والله الباترن لما لو الدلتا فاي صغيره بس عندي ترانزيشنز كتيره قوي، الافرج حصل له ايه؟ زاد، مش كده؟ لان الافرج لو انا مش ببص على الاكس، لو ببص على الواي بس، الافرج فانكشن في مين؟ فانكشن في الدلتا فاي وفانكشن في الترانزيشن ايه؟ دنسيتي بتاعتي، يعني جالي كام ترانزيشن، صح؟ طب لكن ايه الميزه بقى دلوقتي لما ضفت الريفرنس بالسز اكس؟ الاوتبوت بتاعي بقى ليه ريفرنس، هقارنه بمين؟ هقارنه بيه. يبقى الاوتبوت بتاعي الحقيقي مش هيبقى الواي بس، لا، هيبقى البروبورشنال بالسز ماينس مين؟ ماينس الريفرنس بالسز. يعني هاخد الاريا اندر البروبورشنال بالسز عن طريق انتجريتور طبعا او لوب فلتر، ماينس الاريا اندر مين؟ الايه؟ الريفرنس بالسز. طب ده هيفيدني في ايه كده؟ لو الترانزيشن زادت بنفس الدلتا فاي ده هيزيد، بس ده هيحصل له ايه كمان؟ ده هيزيد هو كمان. ليه؟ لان عددهم زاد، هو عرضه ثابت بس لو الترانزيشنز زادت يبقى ده هيزيد كمان. فيبقى انا بنسب لحاجه معروفه ثابته بتسكيل مع الايه؟ الباترن بتاعي. فدي الميزه الكبيره كده، ان انت خليت الاوتبوت بتاعك بقى ايه؟
function في الديفرنس بين البروبورشنال بالسز والايه والريفرنس بالسز، فبالتالي انت عملت اليمينيشن للايه للباترن ديبندنسي. تمام. طب سؤال اندر لوك كونديشن ايه اللي يحصل للرسمه دي؟ دي هتفضل زي ما هي صح، بس الواي بالسز بيحصل لها ايه؟ ها هتكبر، يبقى عرضها دي دلتا فاي دي اندر لوك هتبقى بكام؟ هتبقى تي كلوك على 2، فالواي بالسز عرضها هيساوي مين؟ الاكس بالسز، فيبقى البروبورشنال بالسز عرضها زي الايه؟ الريفرنس بالسز. تمام. فيبقى الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور بتاعك لو هو الفرق بين الاثنين يبقى الاوتبوت بتاعه يبقى بكام؟ بزيرو، لان هو الاريا اندر ده هيبقى بروبورشنال عرضها اللي هي تي كلوك على 2 ماينس الاريا اندر ده اللي هي عرضها ايه؟ تي كلوك على 2. تمام؟ طيب المشكله بس الكبيره اللي هنشوفها بقى في السلايد اللي جايه ايه هي؟ ان في فيز شيفت بين الاثنين دول. خلاص هنشوف بقى ده هيعمل لي ايه، تعال نبص عليها بس. خلاص يعني واضحه لحد دلوقتي؟ يبقى هو ده السمبل امبلمنتيشن بتاع مين؟ بتاع اللينير فيز ديتكتور اللي هو اسمه الهوج فيز ديتكتور. تمام. طيب زي ما اتفقنا، بس البالسز دي هنسميها البروبورشنال بالسز، دي هنسميها الريفرنس بالسز. ده احنا غطينا معظم البولت الثاني اللي في السلايد دي، والاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور هيبقى هو الديفرنس ما بين الايه الاكس والواي اللي هم البروبورشنال والريفرنس بالسز، واتفقنا ان الويث بتاعهم هيبقى ايكوال اندر لوك يعني. تمام. طيب ايه بقى قبل ما نسيب كويس يعني ايه من مزايا بقى الفيز ديتكتور ده ايه كمان؟ تعال نفترض احنا لسه ما اتكلمناش انا بنيت ازاي السي دي ار صح؟ طيب بس انا افترض ان انا وديت الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور ده بطريقه ما للايه؟ للفي سي او وعمل لوك. تمام؟ نفترض بس كده. ايه الظريف في الفيز ديتكتور ده؟ اندر لوك كونديشن. ها الري تايم داتا فين؟ بالظبط كده، الري تايم داتا هي دي. صح ولا لا؟ مش يعني الفليب فلوب الاولاني ده رغم ان انا حاطه اصلا عشان يبقى بارت اوف مين؟ بارت اوف الفيز ديتكتور صح؟ بس اندر لوك كونديشن لو جيت طب ما لو رايزنج ايدج بتاع كلوك متظبط في سنتر الداتا اللي هو زي ما بنقول هنا ان الدلتا فاي بقى تي على 2 او تي كلوك على 2، يبقى الري تايم داتا هي مين على طول؟ هي البي بتاعتك. فانت خلاص كمان الفيز ديتكتور عمل لك اوتوماتيك ايه؟ ري تايمنج للداتا، ودي ميزه كبيره هنشوفها وهنحس باهميتها لما نيجي نتكلم بعد كده عن النون لينير فيز ديتكتورز لو الكونديشن ده مش متحقق يعني. تمام؟ طب من الديس ادفانتجز بس بتاعت اللينير فيز ديتكتورز قبل ما نكمل، افرض انت عايز تشتغل عن 10 جيجا بت بير سكند خلاص؟ فاتفقنا يبقى ال 1 تي بت 100 بيكو سكند صح؟ يبقى البالسز الريفرنس عرضها كام؟ 50 مش كده؟ طيب تخيل بقى لو انت عايز الفيز ديتكتور بتاعك يعرف يريزولف فيز ايرورز صغيره جدا، مثلا عشر البيريود اللي هي كام بقى المره دي؟ 10 بيكو سكند. يبقى انت عايز الفيز ديتكتور بتاعك ده خلاص يطلع لك بالسز على البروبورشنال عرضها ايه؟ 10 بيكو سكند. ده يترانسليت لايه على طول؟ الدايره دي عشان تطلع لك على الواي يعني الاكس اور دي لازم تهاندل بالسز عرضها 10 بيكو سكند، يبقى الباندويث ريكوايرمنت هيبقى ايه؟ هيبقى عنيف جدا على السيركت دي. فدي ده الديس ادفانتج بتاع عامه ايه؟ اللينير فيز ديتكتورز. انت لو عايز تريزولف فيري سمول فيز ايرورز لازم السبيد بتاعت السيركت دي اللي هي الفليب فلوبس والايه؟ والاكس اور دي تبقى سريعه جدا بحيث تعرف تهاندل الايه؟ الفيري نارو بالسز دي. بالظبط ما ده اللي اقصده. يعني انت لو افترضت انت مش هتعرف تديتكت اقل من ال 10 تمام، فممكن لو هي مثلا ايه 50 او 60 انت مش حاسس بالفرق، فاهم قصدي؟ فطبعا محتاجه ايه فيري هاي بانوس. هو طبعا برضه خد بالك حاجه، انت كده كده بتفلتر يعني كده كده في لوب فلتر بيعمل فلترنج للبالسز دي، بس برضه انت مش عايز البالسز دي تضيع منك جوه الايه؟ الفيز ديتكتور. لا انت عايز تفلترها على الكاباستور اللي انت عارف قيمته قد ايه، لان ده اللي هيسيتل ايه البروبرتيز بتاعت اللوب يعني. تمام. طيب هندي بقى ازاي سي دي ار كامله؟ تعالوا كده نشوف بقى ريبرزنتيشن ليها. طبعا المفروض ده هتبقى شبه بالظبط الامبلمنتيشن بتاع تشارج بامب بيز ايه بي ال ال. تشارج بامب بيز بي ال ال كان الفكره بس فيها ان انت بتاخد التشارج بامب تطلع منها كرنت،
الكرنت ده بيشحن او يفرغ اللوب كاباستور سي 2 سوري سي بي، خلينا ننسى دلوقتي ار بي يو سي 2 ده تمام، وده بيسات الكنترول فولتج بتاع مين؟ بتاع الفي سي او بتاعك صح. والفي سي او بعد كده ده بيرجع يسات مين؟ الكلوك الريكفرد. الفرق بس ايه؟ ان في الشارج بامب بيز تي ال ال الانبوت بتاعك كان بيبقى مين؟ الريفرنس كلوك صح، والكلوك بتاعت الفي سي او خلاص هي الايه، هي الكلوك اللي حصل لها لوكينج بتاعت الايه البي سي او. انا دلوقتي بقى الوضع مختلف، انا دلوقتي داخل على السي دي ار لوب بتاعتي هو مين؟ هو الراندوم داتا تمام. طب الراندوم داتا دي الدايره دي كلها هتجنريت مين؟ البروبورشنال والايه والريفرنس بالسز. طيب تعالوا نتخيل كده ان انا في سيناريو مثلا الكلوك هي اللي بتليد الداتا، خلاص الكلوك بتليد الداتا اللي هو السيناريو ايه اللي فات ده، مش ده كلوك هي اللي جايه بدري صح. طب فلو كلوك بتليد الداتا زي السيناريو ده يحصل ايه للبروبورشنال بالسز؟ البروبورشنال بالسز تبقى ايه؟ اصغر من الريفرنس بالسز. طيب فلو انا دخلت البروبورشنال بالسز على الكرنت سورس اللي فوق في الشارج بامب بيز بي ال ال، فالبروبورشنال بالسز دي هي اللي هتشغل السويتش اللي بيعمل ايه في الكاباستور اللي بيشحن الكاباستور، والريفرنس بالسز هي اللي بتشغل السويتش اللي بيعمل ايه في الكاباستور ده اللي بيفرغ الكاباستور مش كده؟ طيب فلو انا اندر لوك كونديشن فالعرض بتاع الاثنين دول هيبقى زي بعض مش كده؟ فيبقى انا لجزء من البيريود هشغل الكرنت سورس ده اشحن الكاباستور فالفولت عليه يزيد، والبارت اللي باقي من البيريود هعمل ايه؟ هشغل السورس اللي تحت نتيجه الايه؟ الريفرنس بالسز فهديسشارج الكاباستور فهيعمل ايه؟ فرجع الفولت، بس المقدار اللي هيزيد بيه هيبقى قد المقدار الايه؟ اللي هيقل بيه، فالفاينل فاليو مش هيتغير تفضل زي ما هي، فكده يبقى اللوب اندر ايه؟ اندر لوك كونديشن، لان الفي سي او مش هيغير الايه؟ الفريكونسي بتاعته هيفضل ثابت عليه. لكن لو انا في السيناريو بتاع ان الكلوك ليد الداتا فيبقى البروبورشنال بالسز هتبقى صغيره جدا، فيبدا يحصل ايه هنا؟ النت هيبقى ان هو الكاباستور بيحصل له ايه؟ بيتفرغ، لان انا بشحن بدلتا فاي صغيره وبفرغ بايه؟ دي كلوك على اثنين، فيحصل ايه البوتنشال اللي رايح للفي كنترول بتاع الفي سي او؟ يبدا ايه؟ يقل. طب لما يبدا يقل الكلوك تحصل لها ايه؟ الفريكونسي بتاعتها تعلى ولا تزيد؟ تعلى ولا تقل؟ هتبدا الفريكونسي يحصل لها تقل. طب فالفريكونسي بتاعت الكلوك لما تقل، الكلوك كانت سابقه اصلا، يعني السيناريو كان الكلوك ليد هي اللي سابقه، فالفريكونسي لما تقل يبدا يحصل لها ايه؟ تبطا لحد ما يحصل ايه بقى للوب بعد كده؟ الكلوك دي ترجع تالاين فين؟ في النص بالظبط. فده الميكانيزم اللي بيحصل بيه الايه؟ اللوكينج في الايه؟ في الشارج بامب بيزد بي ال ال اللي بالمنظر ده. تمام؟ فيفضل الكلام ده يحصل زي ما اتفقنا لحد ما ايه؟ ما البروبورشنال بالسز تساوي الريفرنس بالسز، فتوصل لسيناريو ان الفولت هنا خلاص بقى ايه؟ دايما ثابت، بيزيد ويرجع يقل لنفس القيمه، يزيد ويرجع ايه؟ يقل لنفس القيمه. طيب فيبقى مين اللي عمل لك الديفرنس والافرجنج؟ ها اللي عمل لك الديفرنس هو الايه؟ هو الشارج بامب، لان هو طرح خلى الكرنت اللي يخش في اللوب فلتر هو الاي اللي جاي من البروبورشنال ماينس الاي اللي ايه؟ اللي اتطرح من الايه؟ من الريفرنس. طب ومين اللي عمل لك الانتجريشن عشان يجيب الافرج؟ هو اللوب كاباستور اللي هو اسمه مين؟ سي بي. خلاص؟ طبعا بقى احنا بنضيف ار بي، انتوا عارفين ليه؟ عشان الستابيليتي بتاعت اللوب، هنتكلم عليها نبص على اللوب اناليسيز، فبنضيف دايما مع السي بي ار صغيره عشان تدي فيز ليد فتخلي اللوب بتاعتك ستيبل، وبنضيف برضو انذر هاير اوردر كاباستور اللي هو سي 2 عشان يفلتر الريبل على الايه؟ على الكنترول فولتج، هوريها لكم جايه منين. طيب فلو جيت قلت لك تعالى نرسم بقى شكل الايه؟ الويف فورمز اندر لوك كونديشن، خلاص؟ فاندر لوك كونديشن زي ما اتفقنا الكلوك الرايزنج ايدج بتاعها هيبقى في نص الداتا، فالدلتا فاي هي تبقى كي كلوك على اثنين، فيبقى البي بالسز هتبقى ماشيه بالظبط مع الرايزنج ايدج بتاع الكلوك اهي، ففي نص الداتا، فيبقى الواي بالسز البروبورشنال هتطلعها عرضها المره دي ايه؟ تي كلوك على اثنين، والاي هتبقى زي ما اتفقنا هي البي بس على ايه؟ على النيجاتيف، فهرسم الاي خلاص؟ ارجع بقى اكس اور الاي مع البي هتطلع الاكس اللي هي الايه؟ الريفرنس بالسز. فالمره دي لقيت ان البروبورشنال والريفرنس نفس العرض بالظبط مش كده؟ المشكله بس ان في فيز شيفت ما بين الواي والاكس قد ايه؟ تي كلوك على اثنين، لان واحده منهم جايه
مع الرايزنج والثانيه جايه مع الايه؟ مع الفول. طب فده هيعمل ايه بقى؟ ها لما الواي دي تطلع هاي يحصل ايه للكاباستور بتاع التشارج بامب؟ يشحن، يشحن بسلوب قد ايه؟ اي تشارج بامب على ايه؟ سي بي. طب يوصل فاينل فاليو بتاعته بكام؟ يبقى اي تشارج بامب على سي بي في ايه؟ في الزمن اللي هو بيشحن فيه اللي هو تي كلوك على 2، فيبقى دي الماكسيمم بيك اللي هيوصل لها هنا. طب في السايكل في الجزء ده بقى لما الريفرنس بالز تبقى هاي يحصل ايه؟ يرجع يفرغ، يفرغ نفس المقدار لان الكرنت عكس بنفس الايه؟ بنفس القيمه، فيرجع تاني يرجع لنفس الستيدي ستيت فاليو بتاعته اللي هي الزيرو. تمام؟ فيبقى اللوب اندر لوك مشكله بس اللي انا شايفها ايه؟ اه الفاينل ستيدي ستيت فاليو هتفضل هي هي، بس المشكله في ايه بقى؟ ها لو الويف فورم دي دخلت على الفي سي او، ايه المشكله؟ الفي سي او هيحصل له ايه؟ ها الفريكونسي بتاعته مش هتبقى ثابته، صح؟ المشكله ان الفي سي او بيعمل ايه؟ يعني انا اكتر حاجه قلقاني ايه غير الفريكونسي؟ غير الفريكونسي الفيز. طب ايه علاقه الفيز بالفريكونسي؟ التكامل، صح؟ يعني الفي سي او هيكامل الفريكونسي ويبقى ده الاوتبوت فيز بتاعه. طيب التكامل مش الفي سي او، الفي اوتبوت دي هي الفي كنترول بتاعته. طب هو الفريكونسي بتاعت الفي سي او بروبورشنال لمين؟ للفي كنترول. طيب الفريكونسي بروبورشنال للرسمه دي، يبقى اجيب الفيز ازاي؟ اكامل الاريا اندر الكيرف ده. فيبقى المشكله ان البالسز دي اللي هي بنسميها تراينجلر بالسز دي هتعمل لي ايه في الفيز؟ هتدريفت في الفيز. ليه؟ لان ليها نت اريا بوزيتيف، صح؟ ليه؟ لان خلاص هاجي من هنا لهنا، اه الفريكونسي بتاع الفي سي او زادت ورجعت قلت ثاني، رجعت للفاينل فاليو، بس راحت ورجعت، بس الفيز حصل له ايه؟ حصل له دريفت. تمام؟ طب وبعد كده البالس اللي بعدها الفيز دريفت كمان شويه وهكذا. فمشكله الفيز ديتكتور بالمنظر ده انك لازم تعمل ايه؟ لازم افلتر الريبلز اللي على الكنترول لاين ده. فده ممكن يكون احد الاسباب ان انت تحط مين؟ السي 2. فالسي 2 ده ممكن يساعدك ان انت تفلتر الايه؟ الريبل اللي على الكنترول لاين بتاعت الايه؟ بتاعت الفي سي او بتاعك. خلاص؟ الحقيقه مش ده بس، زي ما هنشوف دلوقتي في طريقه ثانيه هنعملها عشان تحسن لي الايه؟ الريبل اللي على الكنترول لاين ده اندر لوك كونديشن، لان زي ما اتفقنا الريبل دي هتدستورب الفي سي او فيز. خلاص؟ بس طبعا لو انت اللوب مقفول هيحصل ايه؟ هترجع تكوريكت نفسها تاني، صح؟ يعني هي هنا هتدريفت، مش كده؟ يعني هنا الفيز دريفت. يعني انا ايه؟ انا رسمت ده اسيومنج الدلتا فاي بكام؟ بصفر، ان هي بيرفكت لوك، صح؟ طب بعد اول سايكل الفيز حصل له ايه؟ دريفتد بشويه، يبقى الرسمه مش هتبقى زي دي بقى، هيرجع يكوركت نفسه. تمام؟ فبس انت كده كانك ايه؟ كل شويه عمال تعمل ايه في الفي سي او؟ عمال تزق الفي سي او، تخليه يروح يدريفت شويه الفيز، وبعدين ترجع تاني اللوب اندر كلوز لوب كونديشن، هترجع ايه؟ تطلع لك بقى بروبورشنال بالسز مختلفه، ترجع تقربه لك تاني وهكذا. فهتقعد بقى ايه؟ تلف حواليها. فعشان كده احسن لك انك تقلل الريبل اندر لوك كونديشن خلاص على قد ما تقدر. وفي طريقه هنتكلم عليها تعديل بسيط في الديزاين ده تخلص من الترينجلر ويف دي خالص، وتخلص من الايفكت بتاع الايه؟ بتاع الريبل اللي على الكنترول فولتج ده. هي دي السلايد اللي وراها. ماشي. ايه بقى الطريقه دي؟ حاجه بيسموها تراي ويف فيز ديتكتور. تراي ويف فيز ديتكتور ده تعديل بسيط قوي على الهوج فيز ديتكتور. فين الهوج فيز ديتكتور؟ الجزء الاولاني ده. خلاص؟ اللي هو الداتا سامبل بالكلوك، اطلع الاي سامبل بالكلوك بار، اطلع الايه؟ البي. بعد كده كان عندي 2 ايه؟ اكس اورز. اليو 1 اللي هي كانت بتطلع لي مين؟ البروبورشنال بالسز. خلاص؟ بس طبعا انا هنا راسمها اندر لوك كونديشن. يعني انا هنا راسم ان الرايزنج ايدج بتاع الايه؟ بتاع الكلوك في نص الاي دايجرام بالظبط. خلاص؟ اللي هي كانت دلتا فاي بصفر يعني على الرسمه دي، او يعني اللي هي الرسمه اللي فاتت الدلتا فاي بالتي كلوك على 2. طيب فاندر لوك كونديشن، عشان كده في الحاله دي طلعت لي اليو 1 اللي هي البروبورشنال بالسز عرضها كام برضو؟ تي كلوك على 2، مش كده؟ طيب اليو 2 بما ان هي جايه من اكس اور، الاي ماشيه مع الكلوك والبي ماشيه مع كلوك بار، يبقى اليو 2 دي لازم عرضها يبقى كام على طول؟ تي كلوك على 2، هي الريفرنس زي اللي فاتت. فاليو 2 هتبقى ريفرنس بالسز متشفته ريلاتيف من اليو 1 بقد ايه برضو؟ بهاف كلوك سايكل. طب ايه الفرق بقى؟ انا عملت بقى كده حطيت انذر
فليب فلوب بس قلبت الفيز، بدل ما بسامبل على النيجاتيف ايدج بقيت اسامبل على الايه بوزيتيف ايدج، يبقى هي علاقه البي بالسي برضو، برضو هاف ا كلوك ديلي، هاف ا كلوك ديلي ادخلهم على انذر اكس اور، اطلع حاجه اسمها يو 3. طب يو 3 دي هتطلع عباره عن ايه؟ برضو ريفرنس. ليه؟ لان ايه علاقه الداتا ستريم ده بده؟ ها شيفت ثابت، هو تي كلوك على 2، فيبقى المره دي عندي كام كام بلس؟ 3. يو 1 دي البروبورشنال، بس كام ريفرنس؟ 2 ريفرنسز، يو 2 ويو 3. طيب ازاي بقى اخلص من ترانجلر ويفز دي؟ قال لك طب ما خلاص، بدل بقى ما تطرح، كنا زمان بنطرح يو 1 من يو 2، مش كان فيز فيكتور زمان اوتبوت هو يو 1 ماينس يو 2؟ قال لك لا، طب تعالى بقى تخيل ان انت عملت ايه، ضربت يو 2 في فاكتور اوف 2، يعني سكيل الويف بتاعها بالضعف. خلاص، واعمل ايه بقى؟ خلي الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور هو يو 1 زائد يو 3 بس ماينس ايه 2 يو 2. طب ايه اللي هيحصل بقى؟ تعالى بص عليها. فيو 1 يبقى الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور هنا هيطلع ازاي؟ هيطلع بلس 1، يعني افترض ان اللوجيك هنا بلس 1 او 0 يعني. خلاص، فيبقى هنا انا بادئ بصفر، ده طلع بواحد. طب بعد كده ده نزل 0 بس يو 2 طلع بكام؟ هاي، يبقى هتضرب في 2 وتطرح تنزل لماينس 2. بعد كده اليو 3 طلع هاي، يبقى الاوتبوت بكام؟ يطلع بلس 1. طب ايه ميزه بقى ده؟ لو ده دخل على الشارج بامب بي ال ال هيعمل ايه؟ يعني تخيل ان ده اللي بيكونترول السويتش اللي بيطرح او ايه؟ اللي بيشغل الكرنت سورس اللي فوق او اللي تحت. فلما بيشغل الكرنت، لما بيبقى بوزيتيف يشغل الكرنت سورس اللي فوق اللي بيشحن الكاباستور. فيبقى هيشحن بسلوب ايه؟ زي المساله القديمه اللي هو اي تشارج بامب اوفر سي في الزمن قد ايه؟ تي كلوك على 2. فهيوصل لنفس الفاينل فاليو بتاعت المساله اللي فاتت. طب بس ايه اللي حصل بقى لما يو 2 هي اللي طلعت هاي؟ يو 2 انا كاني هويت الكرنت الضعف بتاع الشارج بامب، ده معنى الفاكتور اوف ايه؟ اوف 2، لان هو في الاخر دول هيكونترولوا السويتشز اللي هيخشوا على الايه؟ الشارج بامب بي ال ال. فكان يو 2 دي هي اللي بتعمل الكرنت اللي بالنيجاتيف، بس اضرب فاليو بتاعت الكرنت سورس في كام؟ في 2، يبقى هفرغ المره دي بضعف الكرنت. يبقى السلوب ماله هنا؟ هيبقى الضعف، هيبقى 2 اي شارج بامب اوفر سي في زمن قد ايه؟ نفس الزمن تي كلوك اوفر 2. فهينزل من الفي بيك لايه المره دي؟ للنيجاتيف الفي بيك. طب بعد كده يحصل ايه؟ بعد كده اليو 3 تشتغل، هخلي اليو 3 تكنترول ايه بقى المره دي؟ بوزيتيف كارنت من الشارج بامب، فيشحن الايه؟ يشحن الكاباستور، فتطلع لايه؟ نفس الفي بيك لحد ما توصل للصفر تاني. طب ايه ميزه بقى المره دي الشكل؟ ان بقى كل ترانزيشن يطلع لي عنده حاجه بنسميها ايه؟ التراي ويف، مش التراينجلر ويف يعني. فالتراي ويف دي عشان هي فيها ثلاثه ايدجز يعني، ميزتها ايه بقى؟ ميزتها ان انت اندر لوك كونديشن الفاينل فاليو بتاع الفولت اللي داخل للفي سي او ما اتغيرش. طب والاريا اندر الكيرف برضه بصفر. ايه ميزه الاريا اندر الكيرف؟ يبقى مش هيحصل فيز دريفت للايه؟ للفي سي او فريكونسي. ليه؟ لان الفيز زي ما اتفقنا هيبقى ريبريزنتد بمين؟ بالتكامل الفريكونسي اللي هو الاريا اندر الكيرف، لان هو الفي كنترول البي شارج بامب دي هي اللي داخله الايه؟ للفي سي او بتاعي. تمام؟ فدي ميزه الايه؟ التراي ويف اركيتكتشر ده. تمام؟ طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على الايه؟ على الفيز ديتكتور. قبل بقى بس ما نتكلم شويه عشان نعرف نتكلم على اللوب اناليسيز واللوب ديزاين، لازم اعرف موديل الفيز ديتكتور ده، صح؟ يعني زي ما اتكلمنا في الاكس اور في الاول، كنا بنبني لها موديل يربط لي الاوتبوت فولتج بالايه؟ بالفيز شيفت، عشان اعرف ابني موديل، اعرف الديزاين بيه الايه؟ البي ال ال، مش قلنا كده في البي ال ال؟ عايز اعمل نفس الكلام في السي دي ار. تمام؟ المشكله في السي دي ار ايه بقى دلوقتي؟ المشكله في السي دي ار اولا هي اتس سامبل سيستم وفي راندوم سيجنال، مش كده؟ طيب فانا هعمل ايه؟ فانا عشان اعرف اموديل ال الفيز ديتكتور بتاعي ده هعمل ايه؟ هفترض ان هو اندر لوك كونديشن، اللي هو النص الاولاني من الرسمه هنا. فتخيل هنا ادي الرايزنج ايدج بتاع الكلوك مظبوط فين؟ في نص الداتا بالظبط، فانا اندر لوك كونديشن. طيب انا عايز اجيب له موديل في الفريكونسي دومين، صح؟ طيب فعشان اجيب له موديل في الفريكونسي دومين هعمل لفه كده بسيطه. ايه هي؟ هجيب الستيب ريسبونس بتاعه في التايم دومين، وبعد ما اجيب الستيب ريسبونس بتاعه ارجع بقى اعمل ايه؟ افضله واجيب ايه؟ امبلس ريسبونس.
في التايم دومين. من الامبلس ريسبونس اجيب اللابلاس، اجيب منه ايه؟ اجيب الترانسفير فانكشن بتاعته في الفريكوينسي دومين. خلاص هبداها بالتايم دومين. تمام. طيب ليه هبداها بالتايم دومين؟ لان هو الاناليسيس بتاعه كله مبني على ايه؟ على تايمينج وعلى كلوكس وعلى تشارجنج وديسشارجنج للايه؟ للتشارج بامب واللوب فلتر. فانا هحاول دلوقتي ابني موديل مش للفيز ديتكتور لوحده، للفيز ديتكتور بالتشارج بامب باللوب فلتر. بعد كده هبسطه بقى واحده واحده. تمام. طيب فهنعملها ازاي؟ زي ما اتفقنا هاسيوم ان هو اندر لوك كونديشن هنا، فبالتالي الواي بالسز اللي هي البروبورشنال هي عرضها تي كلوك على 2 خلاص، والاكس بالسز هي هي بالظبط بس في فرق في تي كلوك على 2 بينهم خلاص، بس في فرق تي كلوك على 2. فبشحن في نص اللي في تي كلوك على 2 وافرغ ايه في تي كلوك على 2 وهكذا. دي نفس اللي كنا لسه بنتكلم عليه من شويه. طب ايه اللي حصل بقى عند الخط الاحمر المنقط ده؟ الخط الاحمر المنقط ده هو التايم تي بتساوي صفر بتاعي، لو انا هبدا انالايز المساله وابلاي ستيب، انا عايز اجيب الستيب ريسبونس. طيب فالستيب ريسبونس هحطه على مين؟ هحطه على الكلوك. خلاص هفترض ان انا هدي ستيب للسيستم بتاعي واشوف الايه الريسبونس بتاعه هيبقى عامل ازاي. تمام. طيب فانا كنت فارض ان في بيرفكت سينكرونايزيشن، وفجاه هنا رحت مشفت الرايزنج ايدج بتاع الكلوك، اديتها ستيب، مقدار الستيب دي قد ايه؟ دلتا فاي. خلاص فيبقى هنا الكلوك من الخط الاحمر المنقط للرايزنج ايدج بتاعي ده، خط الاحمر المنقط هو تي بتساوي صفر، الرايزنج ايدج ده المسافه دي قد ايه؟ المسافه دي هي دلتا فاي. تمام. اللي انا عملتها في الستيب ريسبونس بتاعي. طيب جميل. تعالى بقى نبدا نشوف الويف فورمز بتاعتي يحصل لها ايه؟ ايه اللي هيحصل للبي؟ ها؟ البي ماشيه مع مين؟ البي مفروض ماشيه مع ايه؟ يا فين البي يا ناس؟ البي ماشيه مع الرايزنج ايدج بتاع كلوك. فاول ما الرايزنج ايدج ده جه طلعت هنا السامبل جابت صفر برضه، مش كده؟ الرايزنج ايدج اللي بعده بدات بقى تطلع هنا، فهرسم دي تاني بس الايند مع مين؟ مع الرايزنج ايدج ده، فدي البي الجديده بتاعتي. طيب والواي الواي هاكس اور البي مع الداتا، طلع البروبورشنال بالس بقى المفروض تطلع لي المره دي. فالبروبورشنال بالس المره دي هحصل لها ايه؟ كبرت. تمام. ليه؟ الايدج الاول بتاعها ده سينكرونايز مع مين؟ مع الداتا اللي هي من هنا لهنا كان قد ايه؟ من تايم تي بتساوي صفر لحد ده قد ايه؟ تي كلوك على 2، لان كان قبل ما ادي الستيب ده سينكرونايز، صح؟ فالمسافه من الرايزنج ايدج بتاع الداتا ده للتي بتساوي صفر الحته دي تي كلوك على 2. تمام. فالنقطه دي هي تي كلوك على 2. طيب عشان اجيب بقى عرض البروبورشنال بالس دي هتنزل هنا مع مين؟ الاكس اور هتنزل مع ده. طب ده مين اللي بيديفاين ده جه فين؟ اللي بيديفاين ده جه فين؟ هو رايزنج ايدج بتاع الكلوك، صح؟ طب الرايزنج ايدج بتاع الكلوك ده هو مين؟ كان مفروض ان هو يبقى ايه؟ يبقى تي كلوك، بس انا زقتها بدلتا فاي، يبقى الرايزنج ايدج ده جه عند مين؟ عند دلتا فاي زائد ايه؟ تي كلوك. فيبقى عرض البروبورشنال اللي هو من هنا لهنا هو قد ايه؟ هو الفرق بين ده. تمام؟ اللي هو تي كلوك على 2 لما تطرح ده من ده بلس دلتا فاي، لان هو اندر من غير، لو دلتا فاي بصفر هو كان عرضه قد ايه؟ تي كلوك على 2، فهو زاد بقى قد ايه دلوقتي؟ بالدلتا فاي. تمام. طيب فده بالنسبه للايه؟ للبروبورشنال بالس. طب الريفرنس بالس طبعا دي هتفضل زي ما هي، مش فارقه حتى لو اديت ستيب ريسبونس. ليه؟ لان لما ترسم الاي هاخد البي ري الاينت على النيجاتيف ايدج وارسمها واعمل اكس اور، فهطلع لي نفس البالس بالظبط الريفرنس اللي هي عرضها مين؟ تي كلوك على 2. خلاص يبقى وضحت الاول جبت ازاي الاكس والواي. تمام. يبقى انا بس عدت رسم الواي لما اديت الستيب، فراحت الايه البالسز البروبورشنال زادت بمقدار الايه الدلتا فاي، لكن الريفرنس هتظل ايه زي ما هي. طب لما ارجع بقى ابص على الاوتبوت اللي خارج من التشارج بامب، اللي هو لما انتجريت بقى ادخل ده على السويتشات بتاعه التشارج بامب وامشي الكرنت ده في كاباستور سي بي، هبدا هنا انتجريت، هوصل لبيك فاليو هي اي تشارج بامب اوفر سي، صح؟ اللي البيك اللي هنا مضروبه في الزمن قد ايه؟ مضروبه في الزمن عرض البالس دي، صح؟ طب بس بعد كده هتيجي الريفرنس تقللها. هتقللها ازاي؟ هطرح منها اي تشارج بامب اوفر سي بي، مش كده؟ مضروبه في قد ايه؟ دلتا تايم
برضه تي كلوك على 2. طب بس انا مش عايز موديل، هي الفكره ايه، انا عايز ابني موديل للستيب ريسبونس صح. فالستيب ريسبونس ده ديسكريت تايم سيستم مش كده؟ فانت لو جيت تبص الله، طب ما دي عماله تتغير مع كل كلوك، لكن انا عشان اجيب له ريبريزنتيشن في الفريكوانسي دومين كاني بعمل له ابروكسيميشن ان هو ايه، ان هو كونتينوس تايم سيستم صح. فعشان الموديل ان هو كونتينوس تايم سيستم مش هقعد ابص على الايه، على الحاجات اللي في النص، هبص على الايه، هبص على الانفلوب بتاعه كده ماشي ازاي، اللي هي الفاينل فاليو. يعني هو بدا من هنا، بدا من صفر صح، الفاينل فاليو بعد اول بالز فين، اللي هي النقطه دي. طب الفاينل فاليو بعد ثاني بالز فين، اللي هي النقطه دي. فكاني عايز امودله بالخط المنقط الاحمر ده، ده كانه هو الايه الايكويفالنت كونتينوس تايم سيستم اللي انا عايز اجيب له بعد كده الايه، الترانسفير فانكشن بتاعته. طب في النقطه دي اجيبها بقى ازاي؟ ها مش انا عرفت دي، هطرح منها دي هجيب دي. طب فلما اجي اطرحها هيحصل ايه للتي كلوك على 2؟ ها ما دي عرضها تي كلوك على 2 زائد دلتا فاي، ودي عرضها تي كلوك على 2. يبقى لما اجي اطرحهم عشان اجيب الفرق ده هيبقى قد ايه؟ هيبقى هو دلتا فاي على طول. تمام؟ فيبقى يبقى اذا لما اجي اجيب السلوب بتاعي بتاع خط المنقط الاحمر ده خلاص، هيبقى السلوب بتاعي هو اي تشارج بامب مقسوم على سي بي. تمام؟ بس هي بتطلع في وقت قد ايه؟ ها عشان اجيب السلوب، ما هو السلوب هو ايه؟ هو دلتا واي على دلتا اكس صح؟ طب الدلتا اكس بتاعتي بقى دي قد ايه؟ اللي هي الدلتا فاي مش كده؟ بس هنسبها بقى لمين؟ للسايكل بتاعتي اللي هي قد ايه؟ اللي هي 2 باي، اللي هي الفول سايكل. تمام؟ فيبقى ضربتها بس في ايه؟ في الدلتا فاي على ايه؟ على 2 باي. تمام؟ طيب ايه بقى الدي تي ده؟ الدي تي ده انا دلوقتي هنا بتعامل مع بالسز نوعها ايه؟ راندوم صح؟ يعني ما اضمنش فيه ترانزيشن ولا ما فيش ترانزيشن. خلاص؟ بمعنى ايه؟ بمعنى افرض ان انت هنا الترانزيشنز قلت، ايه اللي هيحصل للسلوب ده؟ هيقل صح؟ لينير مش كده ولا لا؟ طب افرض الترانزيشنز زادت هيزيد لينير، فهو ده الترانزيشن دنسيتي، فالفاكتور ده بيريبريزنت الترانزيشن دنسيتي. خلاص؟ فالراندوم داتا عشان دي بي ار بي اس داتا، الترانزيشن دنسيتي عمرها ما هتزيد عن ايه؟ نص، الماكسيم بتاعها هيبقى نص. لكن انت لو كتبت المعادلات دي للشارج بامب بي ال ال، الفاكتور ده هيبقى كام؟ 1. لان انت خلاص في كل سايكل في ايه؟ 1 ترانزيشن. هنا انا عندي ايكوال بروبابيلتي، ممكن مره يجي لي 1، ممكن مره يجي لي 0، ممكن مره يجي لي ترانزيشن ما يجيليش ترانزيشن، فبضرب اون افريج في ايه؟ في فاكتور اوف نص للايه؟ للايكوال بروبابل راندوم داتا يعني. خلاص؟ طيب يبقى اجيب بقى المعادله ازاي؟ انا جبت السلوب اهو، يبقى الستيب ريسبونس بتاعي على طول هو مين؟ هو السلوب اللي هو اي تشارج بامب في الدي تي على 2 باي في الكاباستور في تي عشان هو معدل خط مستقيم، وطبعا في الدلتا فاي في اليو اوف تي عشان انا ايه دي الستيب ريسبونس وبدات تزيد من عند التايم ايكوالز ايه التايمز ايكوال صفر. فيبقى انا كده جبت معادله بتاعت الايه الستيب ريسبونس. تمام؟ واضحه الجزئيه دي ولا فيها اي اسئله؟ طيب نكمل بقى الايه الاناليسيس. يبقى اتفقنا جبت الستيب ريسبونس، الخطوه اللي بعدها ان انا هعمل ايه؟ افاضل. يبقى جبت على طول مين؟ الامبلس ريسبونس بتاعي. يبقى الامبلس ريسبونس بتاع الكومبينيشن بتاع الفيز ديتكتور والشارج بامب، عشان كده نسميه اتش بي دي سي بي اللي هو الشارج بامب والفيز ديتكتور، هو ايه؟ اليو اف تي مضروب في الايه؟ في الكونستنت ده. تمام؟ طيب اخد بقى الايه؟ اللابلاس ترانسفورم عشان اجيب مين؟ الترانسفير فانكشن بتاعه الفيز ديتكتور والسي بي. فاليو اف تي على طول هي ايه؟ 1 على ايه؟ 1 على اس. يبقى بس طبعا هنا انا عايز اجيب الفي اوتبوت، الترانسفير فانكشن لازم اقسم على الانبوت اللي هو المقدار الستيب صح؟ اللي هو مين؟ اللي هو الدلتا فاي. يبقى ال h of s بتاعي هو ال v output على ال delta phi، فعشان كده هنا قسمت على ايه؟ على ال ايه؟ ال delta phi، فبالتالي هو ايه؟ المقدار ده. خلاص؟ ده بالظبط نفس المعادله بتاعت مين؟ ال charge pump PLL. الفرق الوحيد هو اني فاكتور؟ هو الفاكتور ده. صح كده؟ طيب حاجه كمان معرفش خدتوا بالكم منها ولا لا، هو اللي خارج من charge pump PLL ده عباره عن ايه؟ عباره عن current. اتضرب في مين؟ في الامبيدنس بتاعت الكاباستور اللي هي فين في المعادله هنا؟ اللي هي 1 على ايه؟ 1 على اس سي بي. فيبقى كان الجزء ده من المعادله
بدل ما هو في اوت على دلتا فاي يبقى الجزء ده هو مين؟ هو اي اوت على ايه؟ على دلتا فاي. رحت ضربته في الامبيدنس بتاعه مين؟ بتاعه اللوب فلتر اللي هي واحد على ايه؟ واحد على اس. فعشان اكستند المعادله دي للفول لوب يبقى كل انا محتاج اعمله بس ايه؟ لو انا بقى هنا ما قلت لك ما عنديش شارف ما عنديش كاباستور بس عشان ستابيليتي اتفقنا لازم احط هنا معاها ايه؟ السيريس ريزيستور صح؟ يبقى الاتش اوف اس اللي هي الاوبن لوب الاوبن لوب ترانسفير فانكشن بتاعه التشارج بامب بي ال ال طبعا ال مش تشارج بامب بي ال ال قصدي بتاعه السي دي ار يعني اللي بيز على التشارج بامب بي ال ال طبعا هقطع اللوب واجيب الايه فاي اوت على فاي ان مش كده عشان دي تبقى الاوبن لوب ترانسفير فانكشن والفيدباك فاكتور بتاعي هنا هيبقى واحد خلاص لان انا هنا مش زي البي ال ال البي ال ال انت بتحط ديفايدر في اللوب مش كده لكن انا في السي دي ارز لا انا لازم اخد الفي سي او فريكوانسي زي ما هي اروح اعمل ايه اسامبل بيها الداتا زي ما هي لان لازم لو انا فول ريت لازم الريت بتاع الفي سي او يساوي الريت بتاع مين يساوي الريت بتاع الانكومينج داتا فدايما ده برضو احد الفروق بين البي ال ال والسي دي ارز ان دايما مش هتحط هنا ايه ديفايدر في اللوب تمام خلاص يبقى الفاي اوت على الفاي ان هي زي ما اتفقنا هي عباره عن مين اي تشارج pump في الترانزيشن دنسي على 2 باي بس المره دي بدل ما هضرب في واحد على اف سي هجمع عليها مين كمان هجمع عليها الايه الار بي اللي انا حاططها عشان ستابيليتي يبقى انا جبت الترانسفير فانكشن لحد هنا بعد كده الموديل بقى بتاع البي سي او هو مين على طول من هنا لهنا ها هو كي في سي او اوفر ايه كي في سي او اوفر اف يبقى انا كده على طول عرفت اجيب ايه الاوبن لوب ترانسفير فانكشن بتاعه الايه الهوب فيز ديتكتور بيزد سي دي ار تمام طبعا بعد ما جبت الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اعمل ايه اجيب كلوز لوب خلاص اللي هي عباره عن ايه اتش على ايه اتش على 1 زائد ايه 1 زائد اتش فانت خلاص جبت الاتش السلايد اللي فاتت عايز اجيب بقى كلوز لوب ترانسفير فانكشن ليه لان اللي فاتت دي هي كاني قاطع هنا مش كده وبجيب بس الايه من فاي انبوت لايه لفاي اوتبوت من هنا لهنا صح ده يعني كده ده شبه الستيب ريسبونس اللي عملناه انا ثبتت واحده وايه وغيرت الثانيه تمام فهتبقى اتش على 1 زائد اتش يبقى كده جبت فاي اوتبوت على فاي انبوت كلوز لوب حيث فاي اوتبوت هو الفيز بتاع مين ريكفري كلوك وفاي انبوت هو الفيز بتاع الداتا هتعوض بس في المعادله اللي فاتت هتلاقي نفسك وصلت للشكل الستاندرد بتاع الايه سكند اوردر تيرم السكند اوردر سيستم اس تربيع وكونستنت في اس وكونستنت بس عندي فوق هنا كمان ايه زيرو يعني كان عندي تو بول في السي دي ار وعندي هنا ايه زيرو طبعا البولز بقى والزيروز دول هم اللي هيتحكموا لي في كل الايه كل اللوب داينامكس خلاص واضح كده من الكلوز لوب ترانسفير فانكشن طبعا بقى لما تعمل لها انالوجي مع اللي هو الشكل الكانونيكال بتاع السكند اوردر سيستم تقدر تجيب بقى الايه الفاليو بتاعت الاوميجا ان مش كده هتطلع الاوميجا ان هي ايه هي جذر الترم ده مش كده وهتساوي الترم ده ب 2 زيتا اوميجا ان وتحسب الايه الزيتا يعني طبعا الزيتا والاوميجا ان دول هما اكتر اثنين بارامترز مهمين في الايه في الديزاين والستابيليتي والساتلينج بيهيفير بتاع الايه بتاع السكند اوردر سيستم بتاعك ده اللي هو الايه السي دي ار بتاعك تمام طيب فزي ما اتفقنا كده هو شبه جدا ال PLL دلوقتي مفيش اي فروق في المعادله دي كومبير ال PLL غير الدي تي اللي ظهرت هنا مش كده وان مفيش ديفايدر بس لو فكرت فيها هي نفس الديزاين ايكويشنز بالظبط زي الايه الشارج بامب PLL طيب ايه بس اللي المعادله دي بتقوله لنا نسمرايز كده المعادله دي معادله ايه شكلها في الفريكوينسي دومين لو باس فلتر صح ليه لان لما اس تقول صفر عوض كده عن اس بزيرو هنا هتلاقي ايه الترم ده كانسل الترم ده كانسل وده بقى لك مين على مين؟ ده على ده اللي هو بكام؟ اللي هو بواحد يبقى از اس تنس تو زيرو الكلوز لوب جين بتاعك بكام؟ بواحد ده معناها ايه؟ لما اس تنس تو زيرو دي معناها ان الفيز بتاع الداتا بيتغير ازاي؟ بالراحه جدا صح؟ ما هو الفيز بتاع الداتا هو ايه؟ هو الراندوم داتا اللي داخله لك لو هي قاعده تتغير بالراحه جدا الفاي اوتبوت هيحصل لها ايه؟ هتساوي الفاي انبوت يبقى هيحصل ايه للاوتبوت كلوك بتاعتك؟ هيحصل بيرفكت تراكنج
للكلوك مع الداتا، فتفضل الكلوك في نص الداتا بالظبط، فعمرك ما هتلوز لوك طول ما الايه ما الاس تنس ايه زيرو او الفيز بتاع الداتا بيتغير ببطء. تمام. طيب بس ايه اللي يحصل بقى لو الريت اوف تشينج بتاع الفيز، ما هو خلي بالكوا الاس ده هو الفريكوينسي بتاعت الفيز، مش كده؟ انتوا فاهمين النقطه دي صح؟ يعني الاس دي هي الفريكوينسي بتاعت مين؟ بتاعت الانبوت اللي داخل السيستم اللي انا عامل له موديلنج اللي هو فاي انبوت. خلاص. فيبقى الاس دي هي الفريكوينسي بتاعت الفيز بتاع الانبوت داتا قاعد بيتغير. خلاص. فلو الريت اوف تشينج ده زاد قوي يبقى الداتا قاعده كان تخيل كده الاي دايجرام، ادي كلوك في النص والاي دايجرام قاعد تيجي يمين وشمال. خلاص. لو هي بتيجي يمين وشمال بالراحه يبقى الداتا عامل ايه الكلوك عماله تتراك النص بالظبط، لكن لو قعدت تروح وتيجي بسرعه هيحصل ايه؟ الفاي اوت هتساوي كام المعادله هنا؟ خد اس تنس انفينيتي، هيحصل ايه؟ اس تنس انفينيتي هيبقى عندك ايه تحت اس تربيع وفوق اس يبقى هتنس زيرو، يبقى الفاي اوت هيحصل ايه؟ هتقف مكانها مش هتتحرك، يبقى الفاي اوت مش هتراك خالص والفاي انبوت عماله ايه تتحرك بسرعه عاليه جدا. تمام. فده معنى الكلام ده، يبقى ايه؟ يبقى السي دي ار هتاكت از ا لو باس فلتر والاوتبوت كلوك مش هتتحرك مش هتراك الايه الانكومينج داتا. طبعا بقى لو هي حاجه في النص هتحاول بقى ايه هتحاول تتراك، بس هيبقى في فاينايت ايرور على حسب بقى الايه الفريكوينسي بتاعت التغير بتاع الايه الفاي. تمام. طيب طبعا واضح بقى من المعادلات لو تفتكروا بقى ايه من السكند اوردر سيستم، انا كل ما هزود حاصل ضرب الاي تشارج بامب في الكي بي تي او اللي هو يريبريزنت اللوب جين بالنسبه لي، الزيتا هيحصل لها ايه هتكبر وبالتالي الاستابيليتي بتاع السيستم هتتحسن، والعكس طبعا كل ما ايه ما اللوب جين ده هيقل الزيتا هتقل وبالتالي الاستابيليتي هتسوء. والساتلينج تايم بتاع السكند اوردر سيستم ده كان بيبقى بروبورشن لواحد على زيتا اوميجا ان، فاللي هو لما تعوض بس تضرب الاثنين دول في بعض وتقلبهم هيبقى الساتلينج تايم بروبورشنال لواحد على الار بي في الاي تشارج بامب في الايه في الكي في تي او. خلاص. فبالتالي كل ما هكبر الاي تشارج بامب كي في تي او هيحصل ايه الساتلينج تايم؟ الساتلينج تايم هيقل. تمام. كل ما بكبر الايه اللوب جين، وطبعا واضح من هنا ان الار بي ما ينفعش تبقى بصفر، لان لو حطيت الار بي كل ما الار بي تقل يحصل ايه الاستابيليتي؟ الاستابيليتي هتسوء لان الزيتا بتاعتي هتقل، فبالتالي الار بي دي ما ينفعش تقل عن ايه عن حد معين ديو تو الايه الاستابيليتي بتاعت اللوب. تمام. طبعا التريد اوف الثاني زي ما هنتكلم عليه بقى في السلايد اللي جايه هي اختيارك للفاليو بتاع الكيرف. تمام. طيب عشان تحبوا ناخد بريك ولا ايه؟ اخباركم ايه؟ ناخد بريك؟ طيب ماشي، خلينا ناخد كده نخلص بتاع كده، ناخد 10 دقايق كده، ماشي نرجع نكمل. السلام عليكم، محمد اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. ايه اخبار الامور؟ Thank you.
Thank you.
طيب نكمل المحاضرة. معلش لو سامعيني بس اونلاين كده يا ريت تقولوا لي بس الصوت شغال، طمنوني بس الصوت شغال كده. سامعينك يا دكتور. صحيح حضرتك يا دكتور. معلش انا شكلي مش سامعكوا، معلش لو حد يكتب بس لان معرفش ليه انا مش سامعكوا برضه. طيب تمام حلو جدا. شير السلايد. طيب تعالوا نكمل كلام بقى على الايه، على اللوب اناليسيس بتاعنا. خلاص احنا اتفقنا احنا بنتكلم دلوقتي على ال PLL based CDRs اللي هي الفيدباك architectures اللي هي بتستعمل linear phase detectors. تمام، وبالذات بقى شرحنا الهوج phase detector يعني، وقعدنا ايه نشوفنا الاناليسيس بتاع اللوب. خلاص ولقينا في الاخر ان اللوب هتبيهيف از a second order low pass filter. صح، الفكره بس ان فيها زيرو في اللو باس فلتر ريسبونس زي ما شفنا لما جينا نكتب الكلوز لوب اللي هو الفاي اوتبوت بتاع الريكفري كلوك على الايه، على الفاي انبوت بتاع الانكومينج داتا. خلاص از ا فانكشن اوف طبعا الاس اللي هي الفريكوانسي اللي هي الريت اوف تشينج اوف الايه اوف الفيز بتاع الانكومينج داتا، وبيوريك ازاي الفاي اوتبوت اللي هي الفيز بتاع الاوتبوت كلوك بيتراك الايه الفاي انبوت. تمام، واتفقنا ان الشكل اللو باس فلتر ده هيديك بيرفكت تراكنج في الفيري لو فريكوانسي، وات فيري هاي فريكوانسي اللوب خلاص مش هتلوك لان الفاي اوتبوت هتبقى لانها لو باس فلتر، فالفاي اوتبوت بكام؟ بصفر مش كده؟ فالفاي اوتبوت مش هتتغير. تمام، لكن الفاي انبوت هي اللي هتفضل ايه؟ هتتغير والفاي اوتبوت ثابت. طبعا الفاي انبوت والفاي اوتبوت انتوا فاهمين ان هي بنسميها الاكسس فيز مش كده؟ اللي هي مالهاش دعوه بالاوميجا تي، هي الجزء الزياده على الايه، على الـ على الـ الجزء اللي بيزيد لينير مع التايم. ده مالناش دعوه بيه، احنا بنتكلم على الاكسس فيز اللي بيتراك الايه الانكومينج داتا. طيب ففي بس كام كونسبت بقى نتكلم عليهم في السي دي ار، بنسميهم الجيتر ترانسفير خلاص، والجيتر جنريشن، والجيتر تولرنس. ثلاث مسميات كده هنبدا بس نتكلم عليهم خلاص، تعالوا ونريليت ده بقى للايه؟ لللوب دايناميك بتاعتنا يعني. فهنتكلم على اول واحد، اول واحد اللي هو الجيتر ترانسفير. ايه هو الجيتر ترانسفير ده؟ الجيتر ترانسفير بيريبريزنت قد ايه من الانكومينج جيتر اللي دخل مع من الداتا خلاص جت ترانسفيرد لمين؟ لفاي اوتبوت. خلاص؟ اللي هو بمعنى اخر مين؟ فاي اوتبوت على ايه؟ على فاي انبوت. مش فاي اوتبوت على فاي انبوت ده بيريبريزنت علاقه الاوتبوت فيز بالانبوت فيز، فهو ده الديفينيشن بتاع الجيتر ترانسفير. معناها ايه؟ قد ايه من الجيتر اللي جاي مع مين؟ مع الانبوت داتا جت ترانسفيرد للاوتبوت كلوك. خلاص؟ فمثلا لو تبص على الرسمه دي، انا راسم لك هنا ان الايه؟ الاي دايجرام بتاعتي
خلاص يعني افترض دلوقتي ان مفيش اي انترسيمبل انترفيرنس وان الاي مفتوحه كويس، بس رغم كده انا رسم لك ان الـ ان الزيرو كروسنج بتاع الانكومينج داتا عمال يحصل له ايه؟ ها يتشفت صح، مش ثابت زي الاي دي ال اي مش كده. لو هي الاي دي ال اي كده، لو انا رسمت لك الاي دي الناحيه دي يبقى كان فاي ان بكام؟ فاي ان كانها بصفر، يبقى الفيز بتاع الانبوت مش بيتغير مع الزمن، قاعد ثابت صح. طيب لكن انا هنا رسمت لك لا، ان الفيز بتاع الانبوت الفيز اللي هو يريبريزنت التايم دومين ايه؟ الجيتر مش كده، اللي هو بيريبريزنت الزيرو كروسنج بتاعت مين؟ بتاعت الداتا ان مش كده. طيب فانا رسم لك الزيرو كروسنج اللي هو بيريبريزنت الفيز بتاع الداتا عمال يحصل له ايه؟ يتغير شويه، بيجي هنا شويه، بيجي هنا شويه، بيجي هنا شويه، بيجي هنا وهكذا صح. طب الاس دي بتريبريزنت ايه في الرسمه دي؟ بتريبريزنت السرعه اللي هو عمال يتحرك بيها يمين وشمال صح، اللي هي الريت اوف تشينج اوف الانبوت فيز بتاع الداتا. لو هو قاعد يتغير بسرعه جدا فتبقى ايه، عملت الادج ده عمال يروح ويجي يمين شمال بسرعه كده تمام. طيب لكن لو هو بطيء هيبقى فيري سلو وهكذا. والفاي اوتبوت هي اللي فين؟ هي اللي في النص تمام، اللي هي الفيز بتاع الايه، الاوتبوت كلوك بتاعتي خلاص. طيب فاللي انا رسمه هنا ده اللي هو ايه، اللي هو يريبريزنت كانه ساينوسويدال تشينج للانبوت فيز خلاص، اللي هو بنسميه بيريودك جيتر. ليه بيريودك؟ عشان هو ساينوسويدال. انا طبعا هو مش باين من رسمه ان هو ساينوسويدال ولا حاجه، يعني انا باسيوم ان انت ايه بتتغير هنا كده كانك ساين ويف، يعني عمال يروح يمين ويرجع شمال، يروح يمين ويرجع شمال خلاص. طبعا زي ما اتفقنا قبل كده في انواع كتيره من الجيتر، مش بس البريودك او الساينوسويدال، اتفقنا في راندوم وفي حاجات كتيره وفي حاجات نتيجه انترسيمبل انترفيرنس، بس خلينا بس نتكلم دلوقتي على الايه، على الساينوسويدال جيتر خلاص. وليه ساينوسويدال؟ لان انا في كل الاناليسيس بتاعي دلوقتي فاي ام فاي ان بتغير مع اس، اس دي يمين هي الفريكوانسي بتاع الايه، بتاع الانبوت داتا بتاعتي طيب. بس طبعا اكيد ده مش ايديال، اكيد الفي سي او بتاع الترانسميتر ليه هو ايه راندوم فيز نويز، فده بس السبب ان احنا رسمينها كده ايه سبريد كده. فالسبريد الازرق ده كان كل الزيرو كروسنج من دول هيتفرد شويه بالجاوسيان بروفايل ده عشان الراندوم نويز بتاع الايه الاوسيليتور اللي جايب الداتا دي اصلا تمام، اون توب اوف الايه البريودك جيتر. طب فالريكفرد كلوك لو هي لو باس فلتر خلاص، فالريكفر كلوك ليت اسيوم ان الجيتر ده فيري هاي فريكوينسي فمش هتتراكه صح، هتقف في النص بس. فعشان كده رسمتها لك كانها ايه، ليها بس جيتر هيستوجرام واحد اللي هي ريبريزنت الفيز نويز بقى بتاع مين، بتاع الانترنال في سي او بتاعك انت اللي في السي دي ار يعني خلاص. فده سيو كان انه مش بيتراك خالص يعني خلاص. فوظيفته ان هو في الاخر طلع لك ايه السي دي ار، طلع لك فيري كلين اوتبوت. الفاي اوتبوت هي ليميتد بس مين دلوقتي؟ بالفي سي او فيز نويز، لان هو كانه ما عملش تراكنج خالص للهاي فريكوانسي جيتر ده خلاص. طيب فزي ما اتفقنا فده كده كاني بفترض يعني ان انت فيري هاي فريكوانسي، لان اتفقنا ان هي ايه عندها لو باس فلتر ريسبونس خلاص. والجيتر ترانسفير زي ما اتفقنا هيبقى ريبريزنتد بمين؟ بفاي اوتبوت على الايه الفاي انبوت تمام. طيب تعالوا بقى نبدا نتكلم على بعض الحاجات. زي ما اتفقنا هو لو باس ريسبونس، ففاي اوتبوت على فاي انبوت هياخد الشكل ده وهينزل ناقص 40 دي بي بير ديكيد في الهاي فريكوانسي. بس الفكره كلها ان في هنا ايه، عندك في هنا بيكينج ممكن يظهر لك. البيكينج ده نتيجه الزيرو اللي شفناه في الايه في الترانسفير فانكشن، فبنسميه جيتر بيكينج. فعشان كده ده الجيتر ترانسفير فانكشن هو فاي اوت على فاي ان، انا رسمه هنا الدي سي الجين بتاعه بواحد مش كده، والاكس اكس بتاعي هو الاف اللي هو الجيتر فريكونسي اللي هو بتاع الساينوسويدال انبوت جيتر اللي داخل مع الايه؟ مع الداتا تمام؟ طبعا زي ما كنا زمان اتكلمنا لو تفتكروا قلنا برضو انترسيمبل انترفيرنس ده يقع فين في الرسمه هنا؟ لو انت عندك جيتر ديو تو انترسيمبل انترفيرنس هيبقى لو فريكونسي اللوب هتعرف تتراكه ولا لا؟ ولا هيبقى هاي فريكونسي؟ هيبقى فيري هاي فريكونسي. ليه؟ لان هو معتمد على البيت اللي قبل، فبيتغير بسرعه جدا على حسب الايه؟ البريفيوس هيستوري، البيت اللي قبلي كام واللي قبلها كام واللي قبلها كام. فده يعتبر فيري هاي فريكونسي جيتر. طبعا اللوب هتعمل ايه؟ لو دخل على السي دي ار لوب وما طلعش في الايكولايزر اللوب مش هتعرف تتراكه
تمام، فهيسبب مشكله للايه، لللوب، هياكل على طول من المارجنز بتاعت الايه بتاعتك في اللوب. طيب، فطبعا بعض الستاندرد بيبقى فيها سبيسيفيكيشن على الجيتر بانويث، خلاص، اللي هو البانويث بتاع الايه بتاع الجيتر تولرنس كيرف اللي احنا رسمينه ده. على سبيل المثال مثلا في الاوبتيكال فايبر الفونت او سي 192 ده بيسبيسيفاي مثلا جيتر بانويث 120 كيلو هرتز، خلاص، وبيحط كمان سبيسيفيكيشن على البيكنج ده قد ايه. خلاص، ليه بيحط سبيسيفيكيشن على البيكنج؟ لان البيكنج ده لو زاد عن حد معين، احنا اتفقنا ان احد الابلكيشنز بتاعه ال سي دي ارز انك تعمل ريبيترز، صح؟ فتخيل لو انت حاطط كذا ريبيتر ورا بعض، لو حاطين كذا ريبيتر ورا بعض، نفترض ان هو مش لاقيين، لو حطينا كذا ريبيتر ورا بعض ايه اللي هيحصل للجيتر ترانسفير فانكشن دي؟ هتكيد الريبيترز ورا بعض، صح؟ فالفاي انبوت اللي دخل على الاولاني الجيتر ترانسفير هيعمل ايه؟ هتضرب فيه تظهر في الاوتبوت. طب هيخش على الريبيتر اللي وراه يعمل ايه؟ ها، فاي انبوت الخارجه من الاولاني هتبقى الانبوت للثاني، فيبقى الفاي اوتبوت هتبقى حاصل ضرب الايه التو ترانسفير فانكشنز في بعض. فلو كل واحد بيديك شويه جيتر بيكنج هيحصل ايه؟ اكيوميليشن للايه للجيتر بيكنج ده، خلاص. فعشان كده بيحطوا ريكويرمنت مثلا في الستاندرد ده ان هو ما يزيدش عن 0.1، عشان لو حط 10 ريبيترز ورا بعض يبقى البيكنج اوفرول ما يزيدش عن ايه 1 دي بي. البيكنج ده ممكن يزود له النويز في السيستم بتاعه، لان هو عايز يليمت البانوث بتاع الايه بتاع الجيتر ترانسفير في الكاسكيدد سيستم بتاعه، تمام. طيب، تعالوا بقى نبدا نشوف علاقه الكلام ده بالايه بالترانسفير فانكشن بتاعتي. فدي شكل السكند اوردر ترانسفير فانكشن بتاعتي اللي استنتجناها، اللي هي كلوز لوب اتش اف اس لللينير فيز ديتكتور سي دي ار. طبعا لو جبت 3 دي بي فريكوانسي بتاع اللوب دي بتاع الترانسفير فانكشن ده، يعني هتساوي ده بواحد على جذر 2، هتجيب الماجنيتيود في واحد على جذر 2 وتحسب الاوميجا 3 دي بي، فتوصل الاكسبرشن الايه على اليمين ده. فهتلاقي ان الاوميجا 3 دي بي بتاعه السكند اوردر سيستم بتاعك ده، طبعا واضح ان هي فانكشن على طول في اوميجا ان، بس برضو ايه فانكشن في الايه في الزيتا بتاعته، حيث طبعا الزيتا والاوميجا ان دي نفس الديفينيشنز اللي احنا اتكلمنا عليها في السلايدز اللي فاتت يعني، خلاص. طيب، فواضح من هنا ايه اللي انا محتاج اعمله. انا دايما يعني فرضا ان انا الستاندرد بتاعي عايزني اقلل قوي الجيتر بانوث، خلاص، البانوث بتاع الايه بتاع اللوب. فيبقى احسن حاجه يبقى هو عايزني اعمل ايه، عايز اتشيف بانوث صغير عن طريق ان انا اقلل مين، اقلل الايه الاوميجا ان. طبعا ما ينفعش اعمل كده عن طريق ان انا اقلل مين الزيتا، لان لو قللت الزيتا هسوء الاستابيليتي بتاع الايه بتاعت السي دي ار بتاعتي، تمام. فيبقى لازم اعمل كده عن طريق ان انا اقلل الاوميجا ان من غير ما اقلل الزيتا عشان ما اعملش ديجريديشن ستابيليتي. تيبيكلي الزيتا لازم تبقى ارقام كبيره لو انت بتتكلم يعني from a second order system perspective، عشان تبقى critically damped لازم تبقى اكبر من ايه، او اكبر يعني critically damped واحد على جذر 2، بس انت عايزها تبقى اكبر من واحد على ايه واحد على جذر 2 عشان تطمن ان السيستم بتاعك ما فيهوش peaking في الايه في الجيتر او ripple في settling يعني، تمام. طيب، فازاي بقى اقلل الاوميجا ان؟ فلو قللت الاوميجا ان عن طريق اللوب جين ده طبعا مش كويس، لان ده هيقلل لك مين برضه؟ هيقلل لك الزيتا، ده هيقلل الاوميجا ان والزيتا. فالطريقه الوحيده انك تعملها عن طريق مين؟ السي بي الكاباستور. يبقى الكاباستور لو كبرته هعرف اصغر الايه؟ اللوب بانوث بتاعي الاوميجا ان والاوميجا 3 دي بي، وفي نفس الوقت لما اكبرها هيحصل ايه؟ الاستابيليتي او الزيتا هتتحسن، تمام. فده تيبيكلي الاتجاه اللي الناس بتحب تعمله، وبالتالي ساعات بتحتاج تحط ايه؟ لو الابلكيشن عايز حاجه بالكيلو هرتز زي اللي شفناه ده، ممكن تلاقي ان هو مستعمل ايه اوف تشيب كاباسيتور. وبالتالي الاحتياج بقى ان احنا نعمل ايه بعدها، ها، الاول ديجيتال بقى سي دي ار. ليه الاول ديجيتال؟ انت لو رحت انك تحط كاباسيتور كبير، طب ما خلاص بقى بدل ما اعمله انالوج لوب فلتر اعمله ايه، اعمله ديجيتال لوب فلتر، مش هتحتاج كاباسيتور كبير. هي دي يعني من احد موتيفيشنز ان انت تروح لايه لان اول ديجيتال implementation للسي دي ار بتاعك. فبدل ما اللوب فلتر بتاعك يبقى انالوج زي ما احنا عملنا في الديزاين دلوقتي، لا انا هعمل الديجيتال لوب فلتر، فهعرف اكبر قوي الافكتيف بول او الكاباسيتنس
تمام، لانه هيبدلش الانتجريتور صح، من غير ما اخد اريا كبيره قوي في الايه في الشيب واخش بقى في قصه ليكج كارنت وحاجات زي كده. انا عايز يعني في الابلكيشن دي هو الستاندرد ده بيقول لك ان هو عنده سبيك على الجيتر ترانسفير خلاص. ليه؟ زي ما قلنا نتيجه ان هو بيخاف من الكاسكيدد ريبيترز، ان الانبوت جيتر يلاقي نفسه مضروب في بيكينج عالي قوي وجين بانوث كبير. بس طبعا ده اسيومينج ان انت قادر تتراك الايه تتراك الداتا وتسامبل ببيت ايرور ريت كويس. يعني انت الاوبتيمال فين، احنا هنتكلم في السلايدز اللي جايه عن الاوبتيمال. فانت ايه لازم اللوب بانوث بتاعك، يعني انت نفسك اللوب بانوث يبقى كبير جدا عشان تتراك كل الفاريشن في الداتا وما تعملش اي بيت ايرور ريت. بس في نفس الوقت انت مش عايز تاكيوميليت جيتر كتير في الريكفرد، انت عايز برضو ايه تكلين الاوتبوت. مين بقى اللي هيحدد تقف فين؟ هو الستاندرد، هو اللي يقول لك لا ما ينفعش تزيد عن ايه عن حاجه معينه. فاهم قصدي؟ وبالتالي برضو الستاندرد هيليمت الجيتر اللي داخل لك، ما ينفعش يقول لك ما ينفعش تزيد عن حاجه معينه هو يدخل لك جيتر ايه كتير جدا فيحصل بيت ايرور يعني. فاهم قصدي؟ فطبعا يعني في الديزاين بتاع السيستم دي لازم تعمل حاجه اسمها ايه جيتر بادجت اناليسيس بقى، تقعد تشوف بقى كل السورسز اوف جيتر في السيستم ايه، ويعني لازم تصلح حاجات انترستيمبل انترفيرنس فين وتليمت ايه. يعني بيبقى في اناليسز معمول للايه لللينكس دي كويس يعني. طيب فزي ما اتفقنا ايه هنكبر اللوب كاباستور خلاص. لو كبرت بقى اللوب كاباستور قوي ايه اللي هيحصل؟ لو جيت اعوض بقى في المعادله هنا، لو انا كبرت جدا اللوب كاب الاوميجا ان هتصغر قوي، هعرف اصغرها جدا. فاز ان ابروكسيميشن نقدر نهمل الاوميجا ان سكوير، يعني كانك ايه هتعمل سمبليفيكيشن للسيستم بتاعك شويه، فكان الاوميجا ان سكوير بقت قيمتها يعني صغيره قوي كومبيرد للايه للنيوميريتور والدينومينيتور، فتقدر تسمبليفاي ترانسفير فانكشن بتاعك انها بقت ايه فيرست اوردر سيستم بالمنظر ده. تمام، فساعتها كان 3 دي بي فريكوانسي الجديده بتاعتك بقت هي مين على طول؟ هي بقت هي 2 زيتا اوميجا ان. فالكلام ده فاليد بس لما ايه لما اوميجا ان تبقى صغيره قوي في في السيناريو ده الابروكسيمت فاليو بتاعت الايه ال 3 دي بي فريكوانسي بقت 2 زيتا اوميجا ان. لو رجعت اعوض بالزيتا والاوميجا ان من السلايدز اللي فاتت هتلاقي ملاحظه غريبه جدا، هتلاقي ان 3 دي بي فريكوانسي بقت بتساوي اكسبريشن مش ريليتد للكاباستور. واخدين بالكم؟ يعني احنا اصلا عمالين نقول ايه انا هكبر الكاباستور عشان اقلل الايه اقلل الاوميجا ان وبالتالي اقلل الاوميجا 3 دي بي. فاسمبتوتيكلي لما قعدت صغرت كبرت الكاب قوي صغرت الاوميجا ان لقيت ان انا وصلت الليمت خلاص عماله تقل اهي ات سام بوينت خلاص بقت اسمبتوتيكلي مش فانكشن في مين في الكاباستور فاليو. خلاص بس الحقيقه بقى في حاجه يعني غريبه يعني شويه تفسر الكلام ده. ايه هي؟ طب افرض انت قلت لي خلاص انا كبرت الكاب جدا ووصلت ان ال 3 دي بي فريكوانسي بتساوي القيمه دي. خلاص طيب افرض انا قلت لك طب انا عايز اصغر كمان الاوميجا 3 دي بي هعمل ايه؟ هي المعادله دي بتقول لي حاجه غريبه قوي، بتقول لي ان ما بقتش فانكشن في الكاباستور صح؟ طيب فبقت بتقول لي ان هي فانكشن في مين؟ في الار بي والاي والايه؟ والاي تشارج بامب صح؟ طب هعمل ايه بقى لو عايز اصغرها اكتر؟ فالمعادله دي بتقوله اللي هو يعني مسليدنج شويه ان انا مش محتاج اكبر الكاب خلاص؟ بس لا الحقيقه انك لو جيت تفكر فيها عشان اقللها اكتر المعادله دي بتقول لك ايه؟ مثلا ممكن اقلل الار بي صح؟ لو قللت الار بي هقلل الاوميجا 3 دي. طيب بس الفكره بقى ايه؟ عشان اقلل الار بي واحافظ على نفس الستابيليتي، انا بقى ارجع هنا هقلل الار بي احافظ على نفس الزيتا، لازم يحصل لي الكاباستور يزيد بالسكوير. واخدين بالكم؟ فايه فهي برضو ايه؟ برضو هتمشي في اتجاه ان انت لازم تكبر الايه؟ الكاباستور بتاعك يعني. تمام؟ طيب فيبقى كده احنا ايه اتكلمنا على الجزء الاولاني من الجيتر ترانسفير. الجزء الثاني بقى الريليتد للجيتر بيكنج، عشان اعرف مقدار البيكنج ده قد ايه لازم ارجع اجيب اللوكيشن بتاع الزيروز والبول. خلاص فلو حليت المعادله بتاعتي اللي هي ترانسفير فانكشن دي اللي هي هنا هحلها واجيب مكان الزيرو اللي هو اوميجا زد هساوي النيوميريتور بصفر واساوي الدينوميريتور بصفر واجيب الايه التو بولز بتوعي. خلاص طبعا هيطلع لي تو بولز، هفترض ان هم ايه ريل بول، يعني معظم الناس دايما بالديزاين السيستم ده اوفر دام لان الزيتا اكبر قوي من الواحد فلازم يبقى البول بتاعتك ايه ريل.
تمام، مش هيبقوا كومبلكس يعني. خلاص، فلما تيجي تحل هتلاقي الزيرو بتاعتك طلع عند ماينس اوميجا ان على 2 زيتا، والدول هيبقوا الايه التو بول بتوعك، تو ريل بول بتوعك. تمام. طيب فلو جيت ابص عليهم كده علاقتهم ايه ببعض، تعال بص على اوميجا اوميجا 0 واوميجا بي 1، هتلاقي ان دايما اوميجا 0 مالها اصغر من اوميجا بي 1، لان دي اوميجا ان على 2 زيتا ودي اوميجا ان على 2 زيتا زائد ايه حاجه يعني، سيبكم الاشاره دلوقتي يعني. تمام. فدايما اوميجا زي هتظهر قبل اوميجا بي 1، فده معناه ايه؟ لازم هيبقى دايما في ايه بيكينج، طالما الزيرو ظهر قبل الايه البول بتاعك دايما في عندك فاينايت بيكينج. واوميجا بي 2 لو جيت تبص على المعادله، طبعا جيفن ان الزيتا كبيره قوي فيبقى الترم ده اكيد اكبر من ايه من الترم ده، فهتلاقي تقريبا الاوميجا بي 2 هي اكبر دايما من الايه من اوميجا بي 1، لان دي اوميجا ان على 2 زيتا، بس دي اوميجا ان في ايه في 2 زيتا، والزيتا اكبر قوي من الواحد عشان الايه عشان الاستابيليتي. فيبقى السكند بول بتاعي هو ايه الاوميجا بي 2، فيبقى الجيتر ترانسفير هيبدا يزيد بسلوب 20 دي بي بير ديكيد، ويثبت عند اوميجا بي 1 عشان جاله بول، وبعد كده عند اوميجا بي 2 يرجع ايه يقل بنيجاتيف 20 دي بي بير ديكيد. فهو يبقى الاوفرول هينزل بكام؟ ب 20 دي بي. معلش انا كنت قلت غلط من شويه ان هو ينزل ناقص 40، لا هو ينزل بكام؟ ناقص 20، لان انت عندك 1 0 وايه و2 بولز يعني. تمام. طيب فالبس الحاجه الناقصه الاخيره في الرسمه دي هي ال 3 دي بي فريكوينسي. 3 دي بي فريكوينسي اللي كنا جبنا الاكسبريشن بتاعها ابروكسيميت، لو كبرت قوي الكاب قلنا الاوميجا 3 دي بي اللي كنا كاتبين الاكسبريشن بتاعها هي تقريبا ايه 2 زيتا اوميجا ان، اللي هي تبقى النقطه دي تقريبا في الكيرف اللي هي نزلت من هنا لهنا 1 دي بي، فاكيد دي اكبر من ايه من اوميجا بي 2، لان اوميجا بي 2 هي 2 زيتا اوميجا ان ماينس الترمين دول، صح؟ يعني اقلب بس الاشاره يعني، لان طبعا البول في الايه في الليفت هاف بلين يعني. فده هيبقى ايه الاوميجا 3 دي بي هي اللي طالعه فين في الناحيه دي. طب اجيب بقى الاماونت اوف جيتر بيكينج ازاي، اللي هو بيسميه الجي بيكينج. الجيتر بيكينج ده جي بي، يبقى هي على طول ايه 20 لوج الاوميجا بي على الايه على الاوميجا زد، لان هو السلوب هنا انت عارفه لان هو سنجل زيرو، فيبقى 20 لوج اوميجا بي 1 على اوميجا زي، عوض بقى بالاكسبريشن ده على ده خلاص، هتلاقي يطلع لك على طول الجيتر بيكينج فانكشن في مين؟ فانكشن في الزيتا بتاعتك. فده سبب تاني ان انت دايما عايز تعمل ايه في الزيتا؟ تكبر الزيتا. فكل ما هكبر الزيتا هتلاقي الجيتر بيكينج بتاعك بيحصل له ايه؟ بتقلل الايه؟ الجيتر بيكينج. تمام؟ تمام. ونفس الكلام اللي قلناه في السلايد اللي فاتت، لو انا احتجت اقلل الار بي عشان موضوع اللوب بانوث، ان انا اقلل اللوب باندوس اكتر زي ما كنا بنقول في السلايد اللي فاتت، يبقى برضه عشان امينتين ا كونستنت جيتر بيكينج يبقى لازم اعمل ايه في الزيتا، احافظ برضه عليها ثابته عن طريق ان انا اكبر الايه السي بي بالسكوير بتاعها يعني. تمام. طيب فكده ايه يعني، يبقى احنا غطينا الجزء الاولاني بتاع مين الجيتر ترانسفير. خلاص. في الجيتر ترانسفير زي ما اتفقنا لو جيت ارسمه على الرسمه هنا اللي هو يبقى الكيرف الازرق اللي هو فاي اوتبوت على فاي انبوت، اللي هو هياخد شكل الايه اللو باس فلتر ده خلاص، بحته بيكنج صغيره اللي احنا اتفقنا بحاول ايه امينيمايز. تمام. طبعا رسمه فيرسس الايه الجيتر فريكوينسي. طيب ايه بقى الجزء الثاني اللي هو الجيتر جنريشن؟ الجيتر جنريشن برضو من الحاجات المهمه في السي دي ار خلاص، لان انت فارض دلوقتي في الاناليسيس ده ان فاي اوتبوت دي هتراك مين بس؟ هتراك فاي انبوت، وده الموديل اللي احنا استعملناه في الاناليسيس بتاع مين؟ بتاع السي دي ار، مش كده؟ ان انت والله الفيز ديتكتور بيطرح الاثنين دول من بعض، فاي انبوت ماينس فاي اوتبوت، صح؟ لان احنا افترضنا ان هو نيجاتيف فيدباك سيستم بيونيتي فيدباك جين، مش كده؟ فهو بيطرح الفيز ديتكتور بيطرح الاثنين من بعض ويضربهم في الايه؟ في الجين بتاع البي اف دي والتشارج بامب واللوب فلتر والكي في تي اوفر اس. طب بس الحقيقه ايه بقى؟ الحقيقه ان كل البلوكس اللي في السي دي ار دول الكترونيك سيركتس ففيهم نويز، مش كده؟ يعني الفيز ديتكتور ده محدش قال ان هو ايديال، الفيز ديتكتور ده ليه نويز، ممكن يكونتريبيوت نويز، صح؟ الفي سي او يعني اتكلمتوا باستفاضه على الايه؟ الفي سي او ده ليه فيز نويز، صح؟ ازاي موديل الفي سي او فيز نويز؟ طب ما انا خلاص، ما هي النود دي ايه هي انهي كوانتيتي اللي بعد الفي سي او دي؟ ده دي هي الفيز بتاع الفي سي او، صح؟ فموديل الفيز نويز ازاي؟ خلاص يبقى اد بس هنا سمر كده واجمع كوانتيتي اسمها ايه؟ فاي في سي او،
يبقى 5 في سي او ده يريبريزنت مين؟ يريبريزنت الفي سي او بالجيتر بتاعه او بالفيز نويز بتاعه. فلو انت عرفت خلاص الفيز نويز بتاع الفي سي او يبقى ده بقى الكومبليت موديل بتاعه خلاص. طبعا عشان الموديل ده يبقى كامل انا كمان المفروض ازود مين الفيز نويز بتاع مين كمان؟ ها بتاع ال بالظبط بتاع الايه بتاع الشارج بامب والايه والفيز ديتكتور خلاص. بس خلينا ايه نبص على بس التو انبوت جيتر سورسز دول اللي هم مين الجيتر سورسز. الجيتر سورس فاي ان اللي هو بتاع الانبوت داتا, والجيتر سورس الثاني اللي هو مين الفاي بي سي او خلاص. ليه؟ لان هنلاقي اللوب بتعاملهم بطريقه مختلفه تماما خلاص. اتفقنا فاي ان بيتعامل بلو باس مش كده. طب لو جيت بقى اكتب اللوب ريسبونس بس المره دي بدل فور فاي ان لا لفاي اوت خلاص هعمل ايه؟ ها باي سوبر بوزيشن هحط فاي ان بصفر مش كده وانالايز اللوب لمين؟ لفاي اوت خلاص. طبعا التوتال اوت في الجيتر هيبقى في الاخر ايه؟ مجموعهم بس طبعا هم راندوم فاريبلز فلازم اجمع ايه؟ اجمعهم ان روت مين سكوير يعني مش كده؟ يعني هربع ده وربع ده واجمع الايه؟ ال RMS powers بتاعتهم لان دول two uncorrelated jitter sources يعني. طيب فهحط ده بصفر وانالايز المره دي الانبوت بتاعي اسمه 5 بي سي او والاوتبوت هو هو 5 اوتبوت. طب المره دي الفيد فورورد جين بكام في اللوب دي؟ ها يعني هل هي نيجاتيف فيدباك لوب الاول ولا لا؟ نيجاتيف فيدباك لوب صح؟ بس ال 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 النيجاتيف دي انقلها هنا. طيب ده السبتراكتور بتاعي اهو مش كده؟ طيب الفيد فورورد جين منين منين؟ من هنا لهنا. الجين بتاعه بكام؟ الجين بتاعه بواحد. فالفيد فورورد جين المره دي بواحد. طب الفيدباك فاكتور هو مين بقى المره دي؟ من هنا لحد هنا. يبقى ده الفيدباك فاكتور بتاعي. طيب هي هتبقى برضو A على واحد زائد الـ A في البيتا. بس المره دي الـ A بواحد والبيتا هي مين؟ هي ده. خلاص؟ فهتكتب بس الاكسبريشن ده هتلاقي نفسك وصلت للـ A للشكل اللي تحت ده ان هو 5 اوتبوت على 5 في سي او طلعت ليها نفس الدينومينيتور بالظبط هو بتاع السكند اوردر سيستم اللي هو كان فيه اوميجا ان تربيع وايه و2 زيتا اوميجا ان. الفرق بس ان ده كان طالع هنا ايه لو باس فلتر بزيرو, ده طلع هنا ايه بقى هاي باس فلتر. فده الحاجه بس الايه اللي مهمه في السي دي ار ديزاين او البي ال ال ديزاين يعني نفس الكونسبت في البي ال ال بالظبط. ان هي ايه ان هي الفيز نويز بتاع الفي سي او هيظهر لك في الاوتبوت بس هيظهر لك شكله عامل ازاي؟ هاي باس فلتر مش لو باس فلتر تمام. فلو جيت ترسمه يبقى الفاي اوت على الفاي بي سي او هيبقى شكله كده. طبعا واضح ان هو نفس الـ نفس الـ الـ نفس اماكن البول. فلما ده يبدا ينزل الثاني هيحصل له ايه؟ العكس. لان يعني هو الثاني طبعا بادئ بايه؟ ب 2 زيروز عند الدي سي, فهو بادئ بيزيد بسلوب 40 دي بي بير ديكيد لحد بقى ما يهيت الايه؟ لما هيت البول هيفلاتن عكس. فهو ده ماشي لو باس الثاني ماشي ايه؟ الثاني ماشي هاي باس تمام. طيب فده شكل اللي هيفلتر الانبوت جيتر لحد ما يوصله للاوتبوت, وده الشكل اللي هيفلتر الفي سي او فيز نويز لحد ما يوصله للايه للاوتبوت. فانا لو عايز اجيب التوتال اوتبوت بقى جيتر هعمل ايه؟ هاكيوميليت بقى الاثنين, هضرب ده في الترانسفير فانكشن بتاعته واعمل انتجريشن صح, واضرب ده في الترانسفير فانكشن بتاعته واعمل ايه انتجريشن عشان اجيب التوتال اوتبوت جيتر نتيجه الاثنين واجمعهم طبعا زي ما اتفقنا ايه بالار ام اس باور يعني خلاص. طيب السؤال بقى اعمل ايه في البانوث؟ اختار بانوث كبير لللوب زي الرسمه اللي على الشمال خلاص, ولا اعمل لوب بانوث قليل وتبقى زي الرسمه اللي ايه على اليمين؟ اني احسن للسي دي ار؟ لو جيت تفكر فيها ايه الادفانتجز والديس ادفانتجز بتوع الاثنين, اللي على اليمين دي هتالاو مور جيتر من الانبوت انه يخش في السيستم بتاعك لان انت كبرت الجيتر بانو صح؟ بس هتخلي التراكنج بتاع السي دي ار ايه؟ احسن, اعرف اتراك فاستر فاريشنز للايه؟ للانبوت داتا. وميزتها ايه؟ هتعمل ايه في الـ في البي سي او فيز نويز؟ هتطير لي البي سي او فيز نويز خالص. ليه؟ لان خلت الهاي باس فلتر يشيل لك كتير كتير من الايه؟ من البي سي او فيز نويز خلاص. على عكس الناحيه اللي على اليمين, الناحيه اللي على اليمين عملت ايه؟ قللت اللوب بانوث فهتراك جيتر اقل من الانبوت تمام. فلو الانبوت نويزي ده ممكن يبقى حاجه كويسه مش كده؟ لو الانبوت بتاعي فيري نويزي فانا بتراك يعني ايه
جيتر فاريشن اقل، ده ممكن يبقى حاجه كويسه از لونج طبعا انا مش بعمل بيت ايرور ريت مش كده، بس في نفس الوقت اي الاود مور اوف الفي سي او فيز نويز انه يخش يوصل لمين لحد الريكفرد كلوك بتاعتي. تمام. فطبعا ده ساعات ساعات التريد اوف ده بيحدد لك نوع الفي سي او اللي انت بتستعمله. بمعنى ايه؟ لو انا بديزاين فور ستاندرد هو طالب مني ان انا اجيب جيتر ترانسفير باندويث كبير عشان اعرف اتراك الانكم جيتر، يبقى هنا اقدر استعمل في سي او فيز نويز عامل ازاي؟ اعلى ولا اقل؟ ها؟ لا هنا انا بفلتر اكثر، فانا ممكن استعمل في سي او وحش الفيز نويز بتاعه اعلى، فممكن استعمل هنا رينج اوسيليتور لو انا بس بديزاين السي دي ار بالشكل ده خلاص. لكن لو انا الستاندرد بتاعي حاجه زي الاوبتيكال محتاجني اجيب جيتر باند صغير جدا، يبقى غصب عني هيخش لي جيتر كتير قوي منين؟ من الفي سي او. يبقى ساعتها لازم استعمل في سي او الفيز نويز بتاعه ماله فيري هاي كيو ريزونيتور باندكتور بحيث اجيب ايه فيري لو فيز نويز. تمام. فساعات التريد اوف دي هي اللي بتحدد لك نوع الفي سي او اللي انت محتاج تستعمله في الايه في الديزاين بتاعك يعني. تمام. فتيبيكلي طبعا لو انت ما فيش ليميتيشن انت هتبقى عايز ايه تكبر الباندويث على قد ما تقدر as long as ان انت ايه مش هتفايوليت الستاندرد اللي مطلوب عشان تتراك الداتا وفي نفس الوقت ايه تفلتر الفيز نويز بتاع الايه الفي سي او بتاعك. تمام. طبعا لو رجعت بقى للدايره دي وجربت موديل الفيز نويز بتاع الفيز ديتكتور، متخيلين انه هيطلع ايه؟ لو باس ولا هاي باس؟ ها؟ لو هعمل الفيز ديتكتور من هنا لو باس صح؟ ليه؟ لان انا هضيفه فين؟ هضيفه هنا قبل الايه؟ قبل الانتجريتور صح؟ هضيفه قبل الانتجريتور هيطلع لو باس. الثاني ليه طلع؟ عشان اضاف هنا بعد الايه؟ بعد الانتجريتور. تمام. فممكن تجربوا تعملوا لها اناليسز ان انت تضيف هنا another noise source يريبريزنت النويز بتاع مين؟ بتاع الفيز ديتكتور خلاص، هيطلع كانه هو مين ريفيرد للانبوت اللي هو الفايل. تمام. فهي عشان كده بس احنا ركزنا على الاثنين دول لان هم ايه طالعين عكس بعض عشان نتكلم على الديزاين تريد اوف دي يعني. اللي هو الازرق مش كده؟ ما هو هي فكره ايه؟ سواء الجيتر ده جاي ممكن من نويز سورسز بتخلي الداتا جيتري خلاص، بس في ناس فهي اتس تريد اوف. بمعنى ايه؟ انا عايز اتراك عشان ما اعملش بيت ايرورز. تمام. بس في نفس الوقت مش عايز اتراك كل حاجه. تمام. فانا دايما هعمل ايه؟ انا هحاول اصغر البانوث از لونج از ان انا مش بفايليت الجيتر تولرنس. هنتكلم عليه دي كمان دي واحده. يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى انا مش عايز اعمل بيت ايرورز، فانا عايز اتولريت جيتر صح؟ فانا عايز اطمئن ان انا اي كان تولريت هاي جيتر من غير ما اعمل بيت ايرورز، فهقلل البانوث عشان اطمئن ان الاوتبوت بتاعي كلين از ماتش از اي كان. بس وانس ههيت بقى في الماسك بتاع الجيتر تولرنس خلاص مش هعرف. بالظبط. انا مش عايز التراك ده مظبوط. انا معاك انت عايز تتراكه عشان ما تعملش بيت ايرور مظبوط. بس الفكره بقى في ايه؟ الفكره في نوع الابلكيشن. يعني في ابلكيشن هي مش عايزاك باي ستاندرد، لو بالذات لو ريبيتر. اصل هي الفكره ايه؟ لو هي سي دي ار مش هيحط لك، لو هي سي دي ار مش ريبيتر ابلكيشن ملهاش معنى ان الستاندرد يبقى فيه تراك على الجيتر ترانسفير خلاص. الجيتر ترانسفير غالبا الابلكيشنز اللي هتحط عليه تراك هي ريبيتر بس. ليه؟ لانه داخل وخارج. تمام. لكن لو انا سي دي ار بس
لا انا يهمني جيتر تولرنس. فزي ما انت بتقول فعلا اللي يهمني لا تراك زي ما انت عايز، بس برضه انت مش عايز بقى الريكفر كلوك بتاعتك تبقى ايه فيري جيتري، لان ممكن تعمل لك مشاكل ثانيه، فممكن ساعتها تحط بقى لوب ثانيه ايه تفلتر اكتر لو محتاج يعني. بس يعني هي ايه حسب انت عايز تتراك ولا انت هتراك وبرضه هتخرج ده بعد كده. ليه دي؟ لا طبعا طبعا، ما هي دايما طالعه بواحد يعني. هي فكره ان هي الايكويشنز جت ان هي ما فيش جين طبعا، هي لازم تبقى زيرو، لان انت لازم انت الكونديشن بتاع تراكنج الفاي اوتبوت تساوي فاي انبوت. مش كويس طبعا. تمام تمام سامعين حضرتك يا دكتور. ماشي تمام اوكي. طيب نرجع تاني للسلايد شو. نقول شو نفهم يعني ثيوريتيكلي. لو انت ما عندكش يعني حاجه في الستاندرد تليمت البانوث بتاع الجيتر ترانسفير، انا عايز البانوث بتاعي يبقى فيري هاي بحيث اعرف اتراك الانكومينج جيتر وما عملش اي بيت ايرورز، صح؟ لان ده هيترانسليت يعني للحاجه بقى التوبيك اللي هنتكلم على طول دلوقتي عليه اللي اسمه جيتر تولرنس. ان انت كل ما هتخلي التراكنج احسن هتولريت مور جيتر. انت فاهم قصدي؟ بس زي ما بقول لك بقى في بعض الستاندرد لا هي مش برضه مش عايزه الكلوك بتاعتها هي كمان جيتري، فساعتها لازم تاد فلتر كمان. تمام؟ ففلتر للكلوك هو عباره عن ايه؟ عايز فلتر الكلوك بي ال ال، صح؟ مش بي ال ال، اذا فلتر للكلوك فساعتها ممكن تاد سكند بي ال ال باشكال كده. تمام؟ طيب تعالى يعني نتكلم بقى على ايه؟ على الحاجه الثالثه اللي هي الجيتر تولرنس. ايه بقى قصه الجيتر تولرنس؟ ده نفس اللي احنا كنا لسه الكونسبت اللي احنا كنا بنتكلم عليه. انت دلوقتي نفسك تسنتر الرايزنج ايدج بتاع الكلوك فين؟ في نص الاي بالظبط. فالسيناريو بتاعنا ده ان هو فاي اوتبوت ماينس فاي انبوت بيساوي صفر. خلاص؟ ان انت الايرور بتاعك في الفيز بيساوي صفر. ليه؟ لان الرايزنج ايدج بتاع الكلوك في نص الايه؟ في نص الاي دايجرام بالظبط، مش كده؟ لحظه واحده. خلاص؟ لا مش ده. يبقى الرايزنج ايدج بتاع الكلوك في نص الاي بالظبط، او كاني بعرف الفيز ايرور ان هو ايه زي ما اتفقنا الديتا كروسنج بوينت مع النيجاتيف ايدج بتاع الكلوك. ساعتها لو ده بيالاين بالظبط مع ده يبقى كان الرايزنج ايدج في نص الاي بالظبط، يبقى ده السيناريو بتاع ان الفيز ايرور بصفر اللي هو فاي اوتبوت ماينس فاي انبوت بتساوي صفر، اللي هو فاي اوتبوت بتساوي فاي انبوت اللي هو الفاي اوتبوت بتراك الايه؟ الفاي انبوت. فده الايديال كيس بتاعي. طيب جينا بقى احنا اتفقنا مع بعض من شويه ان يعني قبل بس ما نتكلم على الديفينيشن بتاع الجيتر تولرنس ان الاي دي قاعده تتحرك يمين وشمال.
خلاص. فاحنا اتفقنا مع بعض من شويه ايه، ان لو الاي دي تتحرك ببريودك جيتر يعني بتقعد على الفيز، الفيز بتاعها بيتغير ساينوسويدالي بفريكونسي معينه، لو الفريكونسي دي بطيئه فهو قاعد الاي دي عماله تخش يمين وشمال بالراحه قوي، فالسي دي ار هتعمل ايه؟ بيرفكت تراكنج، وده هيفضل في النص، والفاي ايرور هيفضل بكام برضو؟ بصفر. يبقى انا بتراك بالظبط مفيش اي بيت ايرور. خلاص طيب يحصل ايه بقى لما الجيتر فريكونسي ده يعلى جدا؟ خلاص هيمشي بسرعه جدا يمين شمال يمين شمال، صح؟ طب الفاي اوتبوت بتاعتها من اللو باس فلتر هتبقى بكام؟ بصفر، هتفضل واقفه مكانها مش هتتحرك، صح؟ بينما ده قاعد يجي يمين وشمال براحته بسرعه جدا، تمام، وده ثابت ما بيتحركش، صح ولا لا؟ طيب فايه بقى تعريف الجيتر تولرنس؟ الجيتر تولرنس هو بيقول لك ايه، قد ايه السي دي ار تقدر تستحمل جيتر ماجنيتيود قبل ما تفيل. خلاص ايه بقى ماجنيتيود وقبل ما تفيل؟ قبل ما تفيل معناها قبل ما البيت ايرور ريت يزيد على حاجه معينه. خلاص احنا هنعرفها ازاي هنا فور سمبليسيتي، فور سمبليسيتي عشان الاناليسيس بتاعنا، طول ما انت بتسامبل في نص الاي مفيش بيت ايرورز. خلاص طب امتى يحصل بيت ايرورز؟ لو ده اتحرك، احنا مفترضين دلوقتي ان الداتا اللي هتتحرك الكلوك هي ايه اللي هنثبتها يعني، خلاص فده عمال يجي يمين شمال، امتى تعمل بيت ايرورز؟ لما ده يجي قد ايه هنا؟ هاف يو اي، لان طبعا ده ايديال اناليسيس يعني، طبعا المفروض يبقى في مارجنز اكتر، لان في حاجه اسمها سيت اب تايم، في حاجه اسمها هول تايم، صح؟ وفي نون ايدياليتيز ثانيه زي انتر سيمبل انترفيرنس، والاي اصلا مقفوله، وفي راندوم نويز، بس اهمل بقى الكلام ده كله. خلينا نفترض دلوقتي ابسولوت ماكسيمم هو ان الايدج ده يوصل لهنا، لو الايدج ده وصل لهنا يبقى انا هسامبل البيت اللي جنبها على طول، فخلاص يبقى كده ده اكيد ايرور، تمام؟ بس طبعا الريل بقى جيتر تولرنس مش بيسمح للبيت ايرور ريت يوصل لايه؟ لنص. انت لو بتسامبل البيت الثانيه البيت ايرور بقى بنص، مش كده؟ لان هي ايكوال بروبابل يا 0 يا 1. لكن البيت ايرور ريت لا، هو بيقول لك الجيتر تولرنس انت لازم تميت مثلا 10 اس ناقص 15 برضه، فلازم يسيب مارجن حلو يعني، بس خلينا نعملها ايديال دلوقتي. طيب فتعالى بقى نفكر فيها، يبقى اتفقنا الجيتر تولرنس هو الماجنتيود بتاع الجيتر. هو الماجنتيود ده عباره عن ايه بقى في الرسمه هنا؟ تعالوا بس نرسمها كده. لو انا بقول لك ان الجيتر ده ساينوسويدال، فيبقى معناها الايدج ده بيتغير ازاي؟ تعالى نرسم كده الايديال بوينت اللي هي دي اهي، خلاص. يبقى الزيرو كروسنج بتاعي عمال يتغير ازاي؟ عمال يتغير ساينوسويدال كده، صح؟ كده الزيرو كروسنج ده قاعد يجي يمين شمال ساينوسويدال، عشان كاني رسمت التايم لتحت يعني، تمام؟ فالزيرو كروسنج بيبدا هنا يعني يروح هنا يروح هنا، فين البيك فاليو بتاعه؟ يبقى البيك هو انهي مسافه؟ المسافه دي اللي هي من هنا لحد ايه؟ يبقى ده البيك جيتر، صح؟ اللي انت هتسمح للديتا بتاعتك تيجي يمين فيه وايه وتيجي شمال فيه، صح؟ طب فين الفريكونسي هنا بتاعت الجيتر؟ مرسومه بقى على الاكس بتاع الايه؟ التايم، واخدين بالكم؟ فايه فلو الجيتر سريع هتلاقي الساين ويف دي بقت ايه؟ سريعه جدا، لو الجيتر بطيء هتبقى الساين ويف ايه؟ بطيئه جدا. فيبقى الجيتر تولرنس بيقول لك ات الجيفن فريكونسي اوف جيتر دي اسمح قد ايه بماجنتيود جيتر من غير ما اعمل بيت ايرورز. هو ده تعريف الايه؟ الجيتر تولرنس. خلاص؟ طيب تعالى بقى نشوف هنالايز ازاي. طيب افترض بقى ان انت ايه؟ انت ات سيرتن جيتر فريكونسي دلوقتي، اي فريكونسي اوميجا او جي اللي هي اس يعني بتساوي جي اوميجا الجيتر، الانبوت جيتر ماجنتيود قاعد يزيد يزيد يزيد. تعالى نفترض ان انت الفاي اوتبوت بتاعتك بتحاول تتراك، مش كده؟ طول ما انت وذين اللوب بانوث الفاي اوتبوت قاعده بتحاول تتراك. طيب تعالى نشوف الاكستريم كيس عشان هي سهله. لو الفريكونسي دي عاليه قوي فالفاي اوتبوت دي خلاص ثابته مش عايزه تتحرك، يبقى زي ما اتفقنا اكبر حاجه للماجنتيود ان دي تيجي فين؟ نص وايه؟ وناقص نص، مش كده؟ طيب يبقى وانس دي خلاص يعني، او هي الحقيقه بقى الكلام ده يابلاي حتى لو الاثنين بيتحركوا، بمعنى ايه؟ لو انا شفت العلاقه بين الداتا والكلوك للرسمه اللي على اليمين دي، بمعنى ايه؟ كاني النقطه دي ثابته، بس كان الداتا بدل ما كانت زمان
هنا كده صح، هي كانت عامله كده اهي، اللي هي الايه الاي كانت متسنطره هنا صح، كاني شفت الاي هاف يو اي شمال كده خلاص. مفروض لو هي لو فريكوانسي اللي تحت دي قاعده تعمل ايه؟ تحصلها خلاص. طب امتى هيحصل بقى البريكنج بوينت؟ لما الفرق ده بينهم يعني بغض بقى النظر دي مشت وراها ولا دي فضلت ثابته خلاص، لو الفرق ده من هنا لهنا وصل لايه؟ لنص، لان هو الايديال ان الفرق ده يبقى ايه؟ يبقى صفر. لو الفرق ده وصل لنص يبقى ده الكونديشن ان حصل ايه؟ بيت ايرور. فده اللي هيعرف لي الايه؟ الجيتر تولرنس بتاعي. طيب الجيتر تولرنس بيقول لي ان لازم فاي ان ماينس فاي اوت هو ايديال اللي تبقى بصفر، لازم تبقى اقل من ايه؟ هاف يو اي، والا هيحصل بعدها بيت ايرور خلاص. بس طبعا احنا اتفقنا ان لازم في الريل سيناريو بقى يبقى في مارجن اكتر من نص يو اي، لان لازم تسيب بقى سيت اب تايم هول تايم شويه للراندوم للراندوم نويز وهكذا. طب اكمل بقى اناليسز ازاي؟ ممكن اخد كومن فاكتور من هنا فاي ان صح، هتبقى فاي ان مضروب في 1 ماينس فاي اوت على فاي ان اللي هي مين؟ اتش اوف اس، ده انا لسه جايب لها ديريفيشن في السلايد اللي فاتت. يبقى فاي ان لازم تبقى اقل من هاف يو اي على ايه؟ 1 ماينس اتش. يبقى ايه الايكويشن دي؟ هي دي الجيتر تولرنس ايكويشن. معناها ايه؟ معناها بتقول لي ان الانبوت جيتر ات جيفن فريكوانسي اس ما ينفعش يزيد عن ايه؟ عن المقدار ده. يبقى هو ده الجيتر تولرنس بتاعي. فواضح من المعادله دي ان هو فانكشن في مين؟ ها؟ فانكشن في فريكوانسي اس صح؟ طب تعالى كده عشان نكورليت ليها، ات فيري هاي فريكوانسي التولريت كام؟ الاتش هتبقى بكام؟ ات فيري هاي فريكوانسي ها الاتش هتبقى بزيرو، لان اتفقنا هو لو باس، فيبقى هتولريت كام اخري؟ نص. وده صح ليه؟ لان دي ثابته، كان دي ثابته اللي هي الرايزنج ايدج، وده بس اللي عمال يتحرك صح؟ فاخري نص مش هزيد عن كده تمام؟ طيب ات فيري لو فريكوانسي العكس بقى يحصل ايه؟ دي بقى غريبه شويه ها؟ الاتش بكام؟ ات فيري لو فريكوانسي الاتش بكام؟ بواحد صح؟ مش هو لو باس؟ يبقى الجيتر تولرنس بكام؟ بانفينيتي. وده حقيقي فعلا، يعني لما تيجي نبص عليها هتلاقي السي دي ار كان توليريت انفينيت اماونت اوف جيتر، يعني البيك دي ممكن تروح ل 10 20 يو اي والسي دي ار هتفضل تتراكس as long as هي ايه ماشيه ببطء تمام. طب عشان نقتنع تعالوا بقى نرسم الكلام ده، يعني شيل بقى الاتش هنا وعوض في المعادله، ما احنا عندنا بقى الاكسبرشن بتاع ايه الاتش. فالجي تولرنس الجي جي تي ده يعني اللي هو الايه الماجنيتيود بتاع الجيتر تولرنس هو اللارجست اماونت اوف ايه اوف جيتر موديوليشن اللي انت ممكن تستحمله قبل ما البيت ايرور ريت يبدا يزيد. طبعا احنا عاملينها ايديال شويه، هي نص على 1 ماينس اتش، عوض بقى بالاتش هتلاقي ان هي طلعت لك نفس الترانسفير فانكشن، بس البولز بتوعي هناك بقى هم الزيروز بتوع الايه النيوميريتور بتاعي، وطلع لي هنا اثنين بولز عند الايه عند الدي سي. فلما اجي ارسم الجيتر تولرنس على السي دي ار خلاص هرسمه هنا على الواي اكسس الجيتر تولرنس ان يو اي، لان انا خلي بالكم هنا عوضت ايه ده هاف، فده هاف يبقى ده باليو اي مش بالفيز يعني، لكن في ناس ساعات بترسمها بالفيز بتبقى بدل نص بتبقى ايه؟ كانها باي تمام؟ طيب فيبقى جيتر تولرنس نيو اي هتبقى هي الرسمه دي خلاص؟ هتبقى بادئه ب 2 زيروز 2 بولز قصدي عند الدي سي، فهتبقى نازله بسلوك ناقص 40 دي بي بير ديكيد لحد ما تقابل مين؟ اول زيرو اللي هو مين بالنسبه لي هناك؟ اللي هو اول بول اللي هو اوميجا بي 1. فاول ما توصل لاوميجا بي 1 هيبدا السلوب يبقى ناقص 20 دي بي بير ديكيد لحد ما يهت اوميجا بي 2 يرجع السلوب يبقى ايه؟ يبقى زيرو تاني. طب هتفلاتن على كام؟ ات فيري هاي فريكونسي حط اس تنس تو انفينيتي هيرجع بكام؟ ونص اللي احنا كنا متوقعين. يبقى فعلا السي دي ار تعرف توليريت الفيري هاي فريكونسي جيتر اخرك هو نص، طبعا اي دي اللي هتبقى اقل، وات فيري لو فريكونسي هعرف توليريت انفينيت اماونت اوف ايه؟ انفينيت اماونت اوف جيتر. خلاص وده بيبقى احد بقى السبيكس اللي معظم الستاندردز بتديهولك. لو انت بتعمل بالديزاين سي دي ار عاده هتلاقي ماسك خلاص بيسموه جيتر تولرنس ماسك، انت لازم تميت الماسك ده. طب تميته ازاي بقى؟ تبقى اعلى ولا اقل منه؟
ده اعلى، لان ده بيقيس انت بتولريت قد ايه. فهو هيقول لك مثلا هنا الجيتر تولرنس ماس بيدوا لك كده فيرتس فريكوينسي، يقول لك لازم مينيمم لو فريكوينسي تحمل كذا، عند سم فريكوينسي معينه ممكن تقل، بعد كده تثبت، فكده ايه تقل وهكذا. فانت لازم تديزاين السي بي ار بتاعتك ان هي تكلير الايه الجيتر تولرنس ماس، يعني زي على سبيل المثال الشكل اللي احنا ايه رسمينه هنا ده. تمام. النقط بقى المهمه اللي على الكيرف طبعا اللي انت هتعملها از ديزاين بارامترز عشان تعرف تكلير الماسك هي اوميجا بي 1 واوميجا بي 2. دول خلاص احنا عارفين العلاقات بتاعتهم بالايه بالزيتا والاوميجا ان. البارامتر بقى الاخير الجديد بالنسبه للجيتر تولرنس هي انهي نقطه. النقطه دي معروفه، الانترسبت بوينت دي معروفه اللي هي النص، مش كده؟ الانترسبت بوينت الثانيه يعني طبعا ابروكسيمت، يعني الانترسبت بوينت الثانيه اللي هي دي هرجع اعمل ايه اعوض هنا بمين؟ باوميجا بي 1. عوض بقى باوميجا بي 1 في المعادله دي، هتلاقي ان ماجنتيود الجيتر عند اوميجا بي 1 طلع ايه جذر 2 في 2 في ايه في زيتا تربيع. فده اللي يساعدك تختار فاليو بتاعت الزيتا اللي تقدر تكلير بيها الايه النقطه دي. تمام. طيب دي واحده بس. تعالى بقى نشوف ايه الديزاين تريد اوف. انت عايز تكلير ماسك معين خلاص. طيب فانا عندي دكتور معلش انا اسف عندي سؤال بس عايزك تعالى نجرب ان احنا نعمل ايه. انا هكتب لك هنا كاتب لك اكسبريشن بتاع اوميجا بي 1 واوميجا بي 2 خلاص، والنقطه الانترسبت دي اللي هي ايه الماجنيتيود بتاع الجيتر عند اوميجا بي 1 اللي هي دي. طب لو انا جيت خليت الاوميجا ان ثابته عشان اتحكم في الباندويث مثلا بتاع الايه بتاع الجيتر ترانسفير، ورحت كبرت الزيتا، خليت الزيتا 2 دي اكبر من زيتا 1، هيحصل ايه بقى هنا؟ تعالى فكر فيها كده. لما تكبر الزيتا اوميجا بي 1 هيحصل لها ايه؟ هتشفت شمال، هتظهر. تمام. طيب فبدل ما هي هنا هيحصل لها ايه؟ هتشفت شمال هنا. وايه كمان؟ الزيتا كبرت، حصل ايه للماجنيتيود بتاع الجيتر؟ زاد، فشفتت شمال وعليت لفوق. تمام. طب واوميجا بي 2 حصل لها ايه لما كبرت الزيتا؟ شفتت يمين. فاكشلي ده احسن ابروتش. ليه؟ لان انت هتعرف تكلير الني اللي كانت هنا. فاكر الماسك كان فيه هنا دايما ني كده صح؟ فانت دخلت دي يمين ودخلت دي شمال ورفعتها ايه لفوق. فدي يعني ممكن تبقى من احسن الطرق اللي انت تكلير بيها الجيتر تولرنس ماس. الابروتش الثاني اللي انت تثبت الزيتا وتكبر الاوميجا ان، ان كبرت اللوب بانوس صح؟ كنا لسه بنتكلم شويه ان اكبر اللوب بانوس واخليه تراك جيتر اكتر، فهتخسر في الايه؟ في انك انت هيخش لك جيتر اكتر في الايه؟ في السيستم بتاعك ونويز اكتر. بس برضه هتحسن، بس مش هتحسن قوي زي ده. يعني هيحصل ايه ساعتها؟ الاوميجا ان بقت 2 اكبر من اوميجا ان 1، فهتسكيل كل البول في اتجاه واحد، فالاوميجا بي 2 هتشفت يمين والاوميجا بي 1 هتشفت شمال، بس مين ثابت؟ الماجنتيود ده ثابت، فالني دي ما اتحركتش فوق، هي بس اتشفتت شويه يمين. فالابروتش ده ممكن يساعدك اكتر انك تتولريت مور جيتر من غير ما تخسر في الايه؟ في اللوب بانوس. تمام؟ بس الحاجة الأخيرة بس اللي اتفقنا عليها إن إيه؟ إن طبعًا أو لو هنا طبعًا الحل بقى إن أنت تأد سكند بي ال ال زي ما اتفقنا، لو عايز تفلتر أكتر في الإيه؟ في الـ من الأوتبوت جيتر اللي خارج يعني عندك. بالظبط كده، كل حاجة بتتحسن. بالظبط كده. بالظبط كده. تمام؟ بس اخر يعني اخر اكزامبل يمكن كنت عايز اوريه لكم. البيبر دي يمكن حتى كنا اتكلمنا عليها زمان لما بدانا نتكلم كده على الايكولايزرز، او يمكن اتكلمنا على الدي اف اي بتاعهم. يعني كانت البيبر دي اللي منشوره في اي اس اس سي، كان بيدامو 12 جيجا بت بير سكند من فوجيتسو الشركه اللي كانت عامله البيبر دي، على باك بلين اللوس بتاعها كان 39 دي بي عند النايتوست. فهو كان رسم لك فعلا هنا عند ال 6 جيجا هرتز فعلا جايب ايه 39 دي بي، وكان جايب هنا اي دياجرام اللي داخله على الريسيفر بتاعته مقفوله تماما. تمام. عمل الايكوالايزيشن زي ما كنا اتكلمنا على الدي في بتاعه، وفتح الاي ودخلها على السي دي ار بتاعته. يعني طبعا مش هنتكلم بس على السي دي ار بتاعته دلوقتي، بس في الاخر ايه عرف يريكفر الاي ويسامبل، ودي الاوتبوت اي دياجرام بتاعته. رسم لك بقى ايه هنا اهو
رسم لك الساينوسويد ديجيتال تولرنس بتاعه خلاص. رسمه ازاي؟ رسمه اهو ان يو اي فيرسس جيتر فريكوانسي، واخد نفس الشكل بتاع الايه برضو عنده البولز عند الدي سي وعمال يقل والسلوب بيبدا يقل وبعد كده ايه بيفلاتن في الهاي فريكوانسي، بس بيفلاتن بقى مش على نص تمام، فانا الفاليو النص دي هي الايديال، لا هو بيفلاتن المره دي على ايه 0.3 يو اي عشان المارجن بقى بتاع الفيز نويز بتاع الدي سي او والايه والست اب والهول تايم والراندوم نويز بتاعه تمام. الحاجه بس اتفضل اني رسمه دي بص هقول لك. طيب تعالى نتخيل ان انت معاك سي دي ار خلاص، سواء انت عاملها ديزاين على سيميلينك او انت بتكاركترايز في المعمل، هتجنريت حاجه زي دي ازاي؟ خلاص هتيجي تقول لي والله ايه انا هدخل جيتر فريكوانسي معين خلاص اهو 10 ميجا هرتز، فدايما الجيتر فريكوانسي اللي داخل مع الاي قاعد يتحرك، يعني الفيز بتاع الداتا بيتحرك بفريكوانسي ثابته خلاص. طيب حط الامبليتيود بتاع الجيتر بصفر، ما فيش اي جيتر داخل، البيت ايرور بتاعك كام؟ ممتاز خلاص، السي دي ار بتلوك والبيت ايرور ريت بيميت الريكويرمنت مثلا نفترض يعني 10 اس 15. طيب زود الجيتر ماجنيتيود عند نفس الفريكوانسي، فبدات ايه الساين ويف اللي احنا كنا رسمينها بدات تتحركها ببيك بوينت 1 فبيوصل بوينت 1 ونيجاتيف بوينت 1، السي دي ار بتراك مفيش مشكله البيت ايرور ريت لسه بصفر. طب زود اكتر لسه بالتراك 0.2، زود اكتر بس وصل 0.3، اللي حصل بدات تفيل، ده معنى الكيرف ده. طيب الجيتر توليرنس عند الفريكوانسي دي هو 0.3 يو اي، لو عند الفريكوانسي دي دخلت الجيتر ماجنيتيود اعلى السي دي ار مش هتعرف تتراك كويس، فالفيز ايرور هيزيد عن النص، هيبقى خلاص كده ايه مش عارف استحمل اعلى من فهمت قصدي. طب غير بقى الفريكوانسي، انزل الفريكوانسي اقل، لا السي دي ار هتعرف تتراك اكتر، فبالتالي هقعد ازود 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 لحد ما ايه ما هيت الماجنيتيود اللي عند الفريكوانسي هيفيل، فهمت قصدي. فازاي بقى بجنريت رسمه زي دي؟ لو فكرت فيها الجيتر توليرنس از 2 دي سويب، لازم تعمل 2 دايمنشنال سويب، بتسويب فريكوانسي وعند كل فريكوانسي بوينت لازم تسويب ايه ماجنيتيود لحد ما توصل للفيلير بوينت. على عكس طبعا الايه الجيتر ترانسفير، الجيتر ترانسفير ده انت بتجيبه بتجنريته ازاي في السيميليشن؟ لا انت بتدخل ماجنيتيود جيتر ثابت وبتسويب بس مين الفريكوانسي بتاعك وتشوف الفاي اوتبوت علاقته قد ايه بالايه بالفاي، فده كانه وان دايمنشنال سويب، فاهم قصدي؟ مش كل قد ايه فكر فيها ايه يعني، بص على الرسمه دي شايف الايدج ده؟ الايدج ده كانه عمال يخش يمين ويخش شمال خلاص، تخيل كده ان مش الايدج بس بقى، كان الاي كلها، كان الاي كلها قاعده تيجي يمين وتيجي شمال. الفريكوانسي ده ريبريزنت ايه؟ السرعه اللي هي بتتحرك بيها، عماله تروح تيجي يمين وشمال بسرعه جدا ولا لا بالراحه، قاعده تخش يمين وشمال بالراحه، فاهم قصدي؟ اه مظبوط. انت هنا كانك يعني زي الفريكوانسي ريسبونس بتاع السيستم، انت بتجنريته بانك تدخل تون عند وان فريكوانسي خلاص، بس لما بتدخل بقى وايد باند سيجنال فالباور بتبقى متوزعه على السبيكترم كله، ففكر فيها بنفس الطريقه ان انت هنا بتكوانتيفاي التولرنس لو عندك واحده بس، يعني
قصدي جيتر فريكوانسي واحده، لو عندك اكتر من اثنين طبعا الموضوع مختلف يعني. اه بس يعني بص عاده الناس لما بتيجي تكاركترايز سبيك على حاجه بتعملها بالطريقه الابسط ان هي ايه باكسايتيشن واحد، فاهم قصدي؟ لكن مش هيقول لك بقى لا، لو انت بقى عندك سبيشال كيس انت في الحقيقه بقى انت بتعمل ايه؟ انت مش بتقعد تدخل كذا ساينوسويد، لا انت بتسيميليت بكل جيتر سورسز اللي عندك في المساله. فبتيجي تعمل ايه؟ تقول والله خلاص انا عشان اجنريت الجيتر تولرنس كيرف ده وابقى رياليستيك، لما اجي اسيميليت ده مش انت بتدخل الداتا ان، الداتا ان دي هتجنريتها منين؟ من في سي او، الفي سي او ده لازم تحط الفيد نويز موديل بتاعه. فيبقى انت عندك راندوم جيتر داخل اون توب اوف الساينوسويدال جيتر، مش كده بس، طب خد بقى السيجنال دي دخلها في الشانل، الشانل دي فيها اللي هي انتر سيمبل انترفيرنس هيضيف لك هاي فريكوانسي جيتر، حط موديل كمان لمين؟ للايكولايزر اللي هو يصلح لي، هيبقى فيه شويه ريزيدوال انتر سيمبل انترفيرنس ما تشالش. فتاخد بقى كل السورسز اوف جيتر، مش كده بس، كمان الفي سي او بتاعك اللي في اللوب، فاهم قصدي؟ انت بتسيميليت بالريل بقى سورسز اوف جيتر. لا لا بتموديل السبيكترم بتاعه بقى. يعني الصح انك تعمل ايه بقى؟ انك بتبيلد موديل للفي سي او يجنريت لك جيتر فانكشن في الفريكوانسي. خلي بالك انت لا بس هقول لك حاجه، انت لما بتسيميليت ده انت بتسيميليته ترانزيانت، خلاص دي ترانزيانت سيميليشن. فساعتها الفي سي او فيز نويز انت شايف كل الانتجريتد نويز اللي خارجه من الفي سي او، فاهم قصدي؟ انت ممكن تدرايف سبيك على الفي سي او فيز نويز من السيميليشن دي. انت ممكن تعمل اناليسز لللوب بتاعتك وتقول والله خلاص انا اقصى في سي او فيز نويز بروفايل، حتى مش بس سنجل فاليو، مع الفريكوانسي قد ايه، خلاص عشان اعرف اميت الايه الجيتر تولرنس ريكويرمنت ده، فاهم قصدي؟ تمام. طيب ال كنت عايز اقول لكم ايه بس الحاجه الاخيره هنا. بس احنا اتكلمنا ازاي هتجنريت ده، ان هو هيبقى 2 دي سويت. فتيبكلي بقى يعني تيبكلي الناس بتعمل ازاي، بتجنريت ده ازاي؟ ان انت بس بيبقى عندك يعني معظم الناس عشان تديزاين ال سي دي ار لوب دي بتموديل الكلام ده في سيميلينك، خلاص تقدر تبيلد مودلز للبلوكس دي، وبسهوله بقى جدا تقدر انت من السورسز بتاعتك تاد موديل يزود الايه الساينوسويدال جيتر، وتقدر تغير الامبليتيود بتاعه، وتقدر تغير الايه الفريكوانسي بتاعته. فالسيميلينك بيبقى من التولز المفيده جدا ان انت تعرف تجنريت بيها الايه الديزاين وتعمل بلوت للجيتر تولرنس كده. يعني تقدر تعمل مثلا سكريبت يعمل ايه، ليتس سي انت بنيت السي دي ار بتاعتك في سيميلينك، خلاص تقدر بقى تعمل بعد كده في مات لاب سكريبت يعمل ايه، يكول مثلا السيميلينك بتاعك ويسويب، يحط مثلا مره الجيتر فريكوانسي بكذا ويران بامبليتيود معين، وتخلي السي دي ار تعمل ايه تلوك، بتلوك من غير ايرور، خلاص. ثم عامل ايه بعدها؟ تخلي اللوب اللي في ماتلاب تعمل ايه، تزود الامبليتيود شويه وهكذا، بتلوك خلاص. بتلوك ولا لا بتعرفها ازاي؟ من الفيز ايرور. هتخلي يعني سيميلينك يطلع لك الماجنتيود بتاع الفيز ايرور، لو بعد اللوكينج ما زادش عن حاجه معينه يبقى ما فيش ايه بيت ايرور. طبعا تقريبيه يعني مش هنعملها ايه اكزاكت يعني، فاهمني قصدي؟ تمام ماشي، انا قلت اشرحها لكم بس عشان تعرفوا تعملوها ازاي لما اطلب منكم يعني الاساينمنت الاخير ان شاء الله. تمام. طيب كده انت ايه، خلصنا المحاضره النهارده، يبقى ان شاء الله المره الجايه نكمل الايه النون لينير لوب يعني.
ان شاء الله.